صباح الخير لكل مشاهدي، أحلى صباح، بحييكم من شاشة تلفزيون لبنان لكل اللي انضموا لنا هلأ ليقضوا معنا ساعتين من الوقت بصبحية حلوة مع مجموعة من الضيوف والمواضيع اخترنا لكم إياها. اليوم الخميس 9 كانون الأول 2021، هيدا النهار كل سنة بنحتفل فيه باليوم العالمي لمكافحة الفساد. مكافحة الفساد هيدا الشعار يمكن الرنان اللي بنسمعه صار لنا سنتين أو حتى 30 سنة، فينا نقول كل حزب، كل مجموعة، كل شخص حابب يدخل الشأن العام بيرفع هيدا الشعار، إنما للأسف أكترية الوقت بيبقى حبر على ورق وما منشوف فعلا تطبيق على أرض الواقع. لما نحكي عن الفساد أكيد منكون عم نحكي عن السرقة، منكون عم نحكي عن اختلاس الأموال، أكيد اللي صار مع اللبنانيين بالبنوك هيدا نوع من الفساد، الرشوة فساد، إنما أيضا الفساد فيكون فساد أخلاقي، لما نكون عم نبتس حدا ليصوت بطريقة معينة هيدا أيضا فساد، لما نصوت لفاسدين هيدا أيضا فساد. اليوم لنحارب هيدا الآفة بالمجتمع، نحن بحاجة لتضافر جهود كل مكونات المجتمع، عم نحكي عن الحكومات إنما أيضا المجتمع المدني، المدارس، الجامعات، وأيضا الأشخاص على المستوى الفردي، كل واحد منا عنده دور يلعبه بهيدا المجال. بهيدا الصباح مشاهدينا بحب وجه تحية لكل شخص عم بيشتغل ببيئة فاسدة وحواليه محاط بالفاسدين، إنما مقرر يبقى هو نظيف، عم بيشتغل بضمير وشفافية، منقله اليوم تحية إلك. نحن بحاجة لناس مثلك فعلا لنتقدم بالمجتمع ونوصل لمجتمع متطور، لأنه شفنا الفساد وين وصلنا بآخر كم سنة. صباح الخير بيا. صباح الخير لك بشارة. يعني الفساد صار إذا بدك مجذر ببلدنا 100%. للأسف يعني اليوم اللي عم نعيشه عم نعيش حالات من إذا بدك الانصهار، صرنا مع هذا الواقع يلي للأسف هو مزري جدا، ولكن اليوم نحن بدنا إذا بدك ننتفض على هذا الواقع، بدنا نتخطى هذه المرحلة الصعبة، بدنا نقول لا لكل شيء غلط، ما نخاف من كلمة لا. اليوم كتار من الأشخاص بينصاعوا لأي شخص تاني، بينجروا كمان مع أشخاص يمكن هن عم بيفرضوا أراء عليهم أو عم بيفرضوا هيدي المنظومة من الفساد عليهم. اليوم نحن أصحاب القرار، وخاصة الشباب هن المفروض يقولوا لا لكل شيء مش مزبوط، لأنه الحياة اللي جاية هي لألنا والمستقبل القادم هو لألنا، فما نخاف من كلمة لا لأنه هي رح تعمل فرق كبير. على كل حال يعني كتار بيسألوا شو عملت الحركة الاحتجاجية من سنتين لهلا، يمكن ما حققت شيء على الأرض، بس في شيء كتير مهم حققته، إنه اليوم صاروا العالم بيحكوا مثل ما قلتي بيقولوا لا، ويمكن صار في محل الفاسد بيفكر مرة ومرتين وثلاثة قبل ما يقوم بأي عملية مشبوهة. ما بعرف إذا عم بفكروا مرتين إن شاء الله. على كل حال اللي عم بيصير يعني بالبلد اليوم مبكي، واللي ناطرنا مجهول ما بنعرف شو هو، ولكن علينا أنه نحن نكون أصحاب قرار ونصنع الريادة والسيادة مثل ما نحن منريدها ومثل ما نحن منحبها ومثل ما لبنان بيلبق له. عن جد هيدا الوطن مفروض نحن نحميه بعيوننا ونخاف عليه، فإذا الشباب عم يستهتروا بهذا الأمر وبقولوا شو بدي أعمل هون، خليني في المستقبل برا، بعرف أنه مستقبل شباب برا يمكن يروحوا يتعلموا بس يرجعوا على وطنهم، على بلدهم، على أرضهم يلي حماهم وعطاهم بيوم من الأيام. منروح لبرا ومنعطي قد ما بنقدر لبرا ومنقول بدنا نقدم، ليش ما بنقدم لوطننا؟ نبلش من هون، من هذه الحلقة الصغيرة حتى نتوسع أكثر وأكثر. ما نخاف من المستقبل اللي ناطرنا، ما نخاف أنه بكرة رح يكون يمكن مش مثل ما نحن بدنا، ولكن أكيد رح يكون أفضل إذا نحن صحيح نحن مصنع مستقبلنا بإيه. خلينا نعطي فكرة شو ناطرنا قبل ما نروح نحن والمشاهدين المواضيع اللي ناطرتهم. رح نحكي عن أرقام كورونا طبيعي. مثل العادة مثل ما بتعرف بشارة الأرقام بعدها على تزايد والحالات عم تزداد يوم بعد يوم، خاصة هلأ مع المرحلة القادمة والأعياد المجيدة اللي نحن قادمين عليها، عم نشوف موجة رابعة كورونا حتى فيها. صحيح، يعني الأرقام عم نشوفها على الشاشة نحن والمشاهدين بشارة، عدد حالات المثبتة فيها بال 24 ساعة الأخيرة يعني للأسف رقم كتير كبير، هو 1994 حالة بال 24 ساعة الأخيرة، يعني تقريبا 2000 حالة، 25 منهم هن حالات وافدة عبر مطار رفيق الحريري الدولي، والباقي كله حالات محلية. أما عدد حالات الوفاة فهو 9، يعني مثل ما عم نشوف أنه في موجة جديدة من كورونا قادمة على لبنان، وهذا بعد ما دخلنا فعلا بفترة الأعياد فعليا يعني مع الاختلاط. صحيح. بالأماكن المغلقة، وهذا بعد ما وصل، يعني بنعتقد أنه ما وصل بعد متحور أوميكرون لعنا على لبنان. نعم، على كل حال ننتبه ونتوقع، ومثل ما عم نشهد اليوم في زحمة سير كتير كبيرة على الطرقات، ما بعرف إذا عشقة عيد أو ما هذا بدي أسأل
يعني إذا عاجي تعيد من الصبح مشكلة وكارثة مع هيدا الأزمة اللي عم نمر فيها. يعني ننتبه نتوقع الوقاية ضرورية خاصة بالأماكن العامة والأماكن المكتظة المكتظة بالسكان لحتى ما ننقل العدوى لغيرنا ونحن كمان ما نلعد. الكمامة ضرورية حتى لو أخذنا اللقاح ما نستهتر بهذا الموضوع أبدا. خلي أذكر بالأرقام والخط الساخن 1787 لكل الأشخاص اللي حابين يستفسروا عن أي موضوع بيتعلق بفيروس كورونا، أو 1214 الخط الساخن لتسجيل أساميكم لتلقي اللقاح. من وزارة الصحة اللبنانية رح نروح نحن وياكم للأرقام العالمية مع منظمة الصحة العالمية وكورونا فيروس بانديميك اللي جرد عم نشوفها على الشاشة. الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت بالصدارة، تليها بالمرتبة الثانية عم نشوف الهند بيا، وبعد البرازيل، المملكة المتحدة، روسيا، تركيا، فرنسا، ألمانيا، إيران والأرجنتين. هالترتيب تقريبا ما عم بيتغير فيها بعتقد كمان مثل العادة، يعني دول فيها كثافة سكانية كبيرة هي أكثر شيء عم تتأذى من كورونا. وعلى كل حال صار في عندهم مناعة كتير كبيرة، مناعة مجتمعية هنيك، خاصة أنه الكل أخذ اللقاح يعني. صحيح. ولكن اليوم رح تكون ضيفتي على كل حال حتى نحكي أكثر كيف ممكن يكون في استراتيجية للتخلص من جائحة كورونا، وضيوفي بهذا اللقاء البروفيسور اللبناني محمد الصايغ، أستاذ الطب والمناعة بالجامعة الأمريكية ببيروت، وكبير المستشارين العلميين بالمعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة الأمريكية. بترافقوا الدكتور ريما مغنية، أخصائية وباحثة بالأمراض الجرثومية، تنشوف كيف يعني نتخطى هذا الواقع. أكيد كورونا دايما على فكرة موجودة عنا بالبرنامج، بنجرب دايما نضوي على مواضيع طبية وتكون دايما يعني موضوعية لنوصل دايما الحقيقة للمشاهدين. إن شاء الله يلا تنشوف شو من كمان المواضيع اليوم. خلال حلقتنا بستضيف بعد شوي جون نويل باليو، وهو مدير الوكالة الجامعية للفرنكوفونية بمنطقة الشرق الأوسط، لنحكي عن العيد الستين لتأسيس هيدي الوكالة اللي بتحيي فعلا شبكة ناشطة جدا بالعالم العربي من جامعات وأيضا مراكز أبحاث. نضيف أيضا اليوم دونيز طوق حتى نحكي عن إعادة الحياة لقلب الأشرفية، تحديدا مع إضاءة شجرة الميلاد ورمزية هيدا العيد، رح نحكي بالتفاصيل معه. دكتور وجيه فينوس كاتب وباحث وأيضا ضيفنا اليوم بصبحيتنا بأحلى صباح، ورح نحكي معه عن ذكرى مرور أسبوع على وفاة الشيخ فضل المخدر الشاعر والأديب ونائب أمين عام اتحاد الكتاب سابقا. والختام لليوم رح يكون مع الزميلة نانسي الحاج شحادي، ورح ينضم لها الفنان والمزين جور عاد. هيدي كانت فكرة سريعة عشان نترككم بصبحيتنا لليوم. البداية رح تكون مع أحوال الطرقات حتى نشوف كيف هي حركة السير لليوم مع غرفة التحكم المروري. مين رح ينضم لنا؟ الو. ايه الو، صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا، مين معي؟ الرئيب اول روبير ابو حيدر. اهلا وسهلا فيك الرئيب الاول روبير ابو حيدر. اعطيني فكره سريعه شو ناطرنا لليوم، خاصه مع زحمه السير على طرقات، يعني في طرقات مسكره في طرقات مقطوعه ولا كيف؟ نعم، بالنسبه لحركه السير الصباحيه لليوم نبدا كالمعتاد بالمدخل الشمالي، عندنا حركه سير ناشطه من جوني باتجاه نهر الكلب، وايضا حركه سير ناشطه من قنط الياس باتجاه جل الديب حتى نهر الموت. بتستمر كثيفة من نهر الموت باتجاه الدورة بسبب تجمع عدد من الشحنات. بالنسبة للمدخل الجنوبي عم نشهد أيضا حركة سير ناشطة من أوتوستراد النعمة باتجاه خلدي، وكثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطار. أيضا حركة سير ناشطة من خلدي باتجاه الأوزاعي. بالنسبة للمدخل الشرقي لبيروت عم نشهد حركة سير ناشطة من علي باتجاه الكحالي كوي عريا حتى الجمهور، وكثيفة من الحزمية باتجاه السيد. بالنسبة ضمن شوارع العاصمة بيروت عم نشهد حركة سير ناشطة إلى كثيفة في بعض المطارح، خصوصا على طريق النهر بسبب تجمع عدد من السيارات عاملين مسيرة سيارة تجوب ضمن شوارع العاصمة بيروت. بالنسبة للطرقات الجبلية عندنا طريق عينات الأرز مقطوعة بسبب تراكم للثلوج، وطريق كفر دبيان حدث بعلبك سالكي أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية. بالنسبة لطريق ظهر البيدر وترشيش زحلي سالكتين أمام جميع المركبات. بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، سجل عنا 8 حوادث 11 جريح، مخالفات 356 محضر سرعة زايدة،
للتواصل معنا على الخط الساخن 1720 او عبر التواصل الاجتماعي تويتر @tmclebanon. بالمبدا هذا كل شيء. شكرا لك الرئيب الاول روبر ابي حيدر، يعطيكم الف عافيه، دائما بنتعبكم معنا من غرفه التحكم المروري. رجاء توقوا والتزموا بارشادات المرور وقانون السير حتى نتفادى اي حادث على الطرقات، خاصه هلا مع فتره الاعياد. انتبهوا لانه الكل بدنا اياه يعيد وما بدنا حدا نخسره على وجهه العيد. صباح الخير عن جديد لكم مشاهدينا، بدي رحب بكل الاشخاص اللي انضموا لرفقتنا الصباحيه من برنامج احلى صباح مباشره عبر شاشه تلفزيون لبنان. بذكر فيكم تتابعونا وتتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بالبرنامج على الفيسبوك تويتر والانستغرام @احلى صباح. صار الوقت نتعرف على طقس هالاسبوع، كيف رح يكفي خاصه انه نهايه الاسبوع جمعه سبت احد، رح يكون طقس ماطر ايه او لا؟ التفاصيل رح ناخذها مع وسام عبد الله من مصلحه الارصاد الجويه بمطار رفيق الحريري الدولي. صباح الخير. اهلا، صباح النور، كيفك؟ الحمد لله، يعطيك العافيه. كيف رح يكفي طقسنا لهالاسبوع؟ نعم، نحن هلا مبدئيا صرنا على انحسار لمنخفض الجو اللي كان مسيطر علينا تدريجيا ابتداء من بعد الظهر. وهذا الشيء بالتالي عم بيؤدي لامطار صباحيه عم تكون متفرقه ببعض المناطق اللبنانيه واكثر المناطق الشماليه. مثل ما قلنا الثلوج على 1600 متر وحيستمر هالشيء تقريبا فتره الظهر او بعد الظهر. بعد هالفتره بصير الطقس يتحسن تدريجيا، بتحول لغائم جزئيا، وبالمساء بصير طقسنا قليل الغيوم، بس انه ما بيبقى في عنا خطر تكون الجليد على المرتفعات ابتداء من 2000 متر وطلوع. الجمعة بنرجع للحالة الطبيعية، بصير طقسنا غائم زيان بسحب مرتفعة، وبنشوف ارتفاع كمان درجات الحرارة إضافي، وكمان السبت والأحد مقبلين على ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، بس دائما ننتبه لتكون الضباب على المرتفعات. حالات متوقعين اليوم على الساحل من 11 ل 20 بجبال 7 ل 13 بالبقعة من 7 ل 13، عندنا رياح سطحية جنوبية غربية سرعتها من 25 ل 45 كيلومتر في الساعة، الرطوبة من 55 ل 85%. بحر متوسط ارتفاع الموج، حراره الماء 23 درجه، والضغط الجوي 1023 هكتوباسكال. هذا كل شيء بالنسبه لطقسنا. كيف راح يكون ارتفاع درجات الحراره لجمعه سبت واحد تقريبا؟ تقريبا عم نطلع مثلا اليوم الجمعه درجتين والسبت درجتين والاحد درجتين. نعم. تقريبا راح نمشي 5 درجات من هلا للاحد. يعني راح يوصل اقصاها لقد ايه نهار الاحد؟ تقريبا ممكن نوصل الاحد بالمناطق الساحليه شيء 21. بالجبلية مشي 19 وبالبقعة تقريبا شي 17. نعم، يعني انحسار العاصفة رح يكون مساء الليلة صباح الجمعة اليوم. ما نحن تدريجيا ابتداء من بعد الظهر. نعم مساء الخميس. شكرا لك وسام عبد الله، يعطيك الف عافية. وتحياتنا لكل العاملين بمصلحة الأرصاد الجوية بمطار رفيق الحريري الدولي. فصل علينا صغير ونرجع لمتابعة أحلى صباح. عودة مشاهدينا لنتابع أحلى صباح. الوكالة الجامعية الفرنكوفونية بتحيي شبكة ناشطة جدا من الجامعات ومراكز الأبحاث، وبتحتفل هيدي السنة بمرور 60 عام على تأسيسها. وبهالمناسبة افتتحت مؤخرا مركز لقابلية التوظيف الفرنكوفونية ببيروت، وهدف هيدا المركز فعلا مساعدة الشباب اللبناني على الاندماج بسوق العمل وأيضا مواكبة خطواتهم الأولى بمجال ريادة الأعمال. متعرف أكثر على هيدا المشروع وعلى عمل الوكالة مع مدير الوكالة الجامعية الفرنكوفونية بمنطقة الشرق الأوسط السيد جون نويل باليو. جون نويل باليو، بونجور. Bonjour et merci de me recevoir. Ce matin dans Ahla Sabah, vous êtes directeur régional de l'Agence universitaire de la francophonie au Moyen-Orient, l'AUF, qui célèbre cette année ses 60 ans. Racontez-nous d'abord pourquoi l'AUF a-t-elle été créée en 1961? Alors l'AUF au départ a été créée pour répondre à un besoin qui était celui des universités francophones d'organiser une forme de solidarité du Nord vers la création d'un certain nombre de systèmes universitaires dans le Sud. Et puis donc c'est une association qui a donc cette solidarité dans son ADN, mais qui a aujourd'hui connu une profonde évolution.
داكور. عم بيقول السيد باليو انه الوكاله الجامعيه للفرنكوفونيه تاسست من 60 سنه عام 61 لتخلق شبكه بين كل الجامعات الفرنكوفونيه بالشمال وايضا بالجنوب، ويكون في نوع من تعاضد وتضامن بين هالجامعات اكيد ليكونوا عم بيساندوا بعضهم، ويكون في نوع من دعم لكل هيدي الجامعات. مسيو باليو، لانتين دو لا يو اف او مايون اوريون ايتي كريي الي او ليبان دوبي 1993، كيل اي لا سبيسيفيسيتي دو رول دو لا يو اف دون سيت ريجون دو موند ان بارتيكولير؟ Alors c'est plus qu'une antenne, c'est une direction régionale et nous pilotons depuis Beyrouth les actions dans un certain nombre de pays qui vont de l'Iran jusqu'à Djibouti en passant par l'Égypte, la Palestine. On a 19 pays dans le portefeuille régional avec nos actions qui sont le plus marquées en premier lieu bien entendu au Liban mais aussi en Égypte. D'accord. Et le rôle de l'AEF au Moyen-Orient a-t-il une spécificité par rapport à d'autres régions du monde ? Alors naturellement, on a, si vous voulez, il y a des programmes un petit peu standards qui existent au sein de l'AEF. Et puis notre rôle dans la direction régionale, c'est de les adapter à la spécificité de notre zone. Donc ici au Moyen-Orient, il est vrai que il y a un certain nombre de caractéristiques spécifiques. C'est une région qui est presque structurellement en crise, et c'est aussi une région qui est peu francophone, à l'exclusion du Liban et de Djibouti. Donc on a un niveau d'action qui est différent, et l'agence, par exemple, peut travailler sur des programmes en langue arabe, en langue anglaise, à l'extérieur des pays comme le Liban. عم بيقول السيد جان نويل باليو انه الاي او اف او الوكيله الجامعيه الفرنكوفونيه عندها مركز بلبنان بيخدم كل المنطقه العربيه، بيخدم 19 بلد، وهو بلبنان موجود من سنه 93، واكيد بيقدم خدمات لكثير من هالبلدان. هي في تعتبر يعني برامج ستاندرد لكل البلدان، انما هو عملهم بهيدا المركز بلبنان انه يجربوا يطوروا هالمناهج وهالبرامج لتطبق على هيدي المنطقه، خاصه انه اكثريه هيدي البلدان منا فرنكوفونيه باستثناء يمكن لبنان وجيبوتي، انما برامجهم كمان بتكون اوقات باللغه العربيه او باللغه الانجليزيه. Vous avez récemment, monsieur Baliou, inauguré le centre d'employabilité francophone à Beyrouth. Racontez-nous d'abord pourquoi ce projet, quel est son rôle. Alors, c'est un projet qui répond à une demande qui a été exprimée par les étudiants et qui aussi répond à l'analyse que nous faisons de la situation. Donc, il faut savoir que ce type d'initiative est pris par l'AEF dans le monde entier, et que nous, on a choisi ici au Moyen-Orient de créer un certain nombre de centres, et nous avons démarré par Beyrouth, qui sera un petit peu la tête de réseau au Moyen-Orient. Alors, ces centres, ils répondent à un impératif qui est celui de connecter reconnecter les étudiants et les milieux académiques universitaires avec le marché du travail, et de travailler sur ce qu'on appelle l'employabilité des étudiants. Donc c'est un centre pour le Liban et pour les Libanais à Beyrouth ? Alors exactement, c'est un centre qui est au bénéfice des étudiants libanais ou même des anciens étudiants, et nous allons en créer un second à Tripoli dans les tout prochains mois. Donc nous aurons deux centres pour le Liban. عم بيقول السيد باليو انه مؤخرا افتتحوا مركز لقابليه التوظيف بمنطقه بيروت، بيخدم منطقه لبنان والشباب اللبناني ليرجع يربطهم بسوق العمل، ويربط كمان المؤسسات الاكاديميه الجامعيه بسوق العمل، وهيدا النوع من المبادرات عم بيعملوه هن بعدد من البلدان اللي هن متواجدين فيها، كما وانه رح يكون في مركز اخر رح يفتتح قريبا كمان بمنطقه طرابلس ليخدم منطقه الشمال. Quand on parle de ce genre de centre, monsieur Baliou, quel genre de compétences peuvent acquérir les jeunes libanais? À qui peut-il vraiment profiter? Alors, il faut comprendre déjà, je voudrais dire au public, que nous ne sommes pas là pour refaire ce que font déjà les universités. Mmh. Nous intervenons sur des créneaux qui, aujourd'hui, ne font pas l'objet de formation au sein des universités. Et ce sont en général ce qu'on a. Donc, le centre va proposer un certain nombre de compléments de formation pour les étudiants, pour que ceux-ci puissent mieux s'intégrer au sein du marché du travail. Donc on va viser notamment tout ce qui s'appelle les compétences douces ou les compétences transversales, qui sont souvent demandées par les employeurs, qui sont nécessaires, mais qui ne sont pas forcément intégrées dans les cursus qui sont plus techniques, scientifiques, littéraires ou économiques. Donc ça, c'est un,
c'est un élément de constatation que nous faisons dans beaucoup de pays. Et des étudiants qui disposent de ce type de compétences, qui sont liées par exemple à la communication, à un certain nombre d'usages, à un certain nombre de fonctionnalités, de ce qui peut être nécessaire dans une entreprise, eh bien, ces étudiants ont une facilité ensuite d'insertion sur le marché professionnel qui est meilleure. D'accord. Et qui peut vraiment en profiter ? N'importe quel étudiant ou ancien étudiant libanais peut aujourd'hui s'inscrire pour profiter de ce centre ? Ça ressemble un peu à ça parce que nous avons 24 universités ou centres de recherche qui sont membres de l'AEF, c'est-à-dire toutes les grandes universités du Liban. Et donc, effectivement, c'est un centre qui est sans discrimination à la disposition des étudiants. Pour les francophones et les moins francophones ? Alors, avant tout, le nom, ça s'appelle Centre d'employabilité francophone. Donc, bien sûr, nous essayons aussi de promouvoir, c'est une forme d'avantage comparatif pour les étudiants francophones et ceux qui maîtrisent le français. Mais parfois, nous sommes en capacité d'organiser des formations, on l'a déjà fait d'ailleurs, en anglais ou en arabe. D'accord. عم بيقول السيد باليو انه هالمركز تم افتتاحه مش ليحل مكان الجامعات انما ليكمل دور الجامعات وفعلا يكون عم بيعلم او يكتسبوا الطلاب مهارات ما بياخذوها عاده بالجامعه، مهارات عامه يمكن لها علاقه بالتواصل او اشياء معقول تخدمهم او هي ضروريه اليوم لسوق العمل، وبيقول انه اكيد كل طلاب الجامعات اللي تابعه للوكيل الجامعي الفرنكوفوني فيهم يستفيدوا من هيدا الدورات او من هيدا المركز، بعض اكثريه الصفوف رح تنعطى باللغه الفرنسيه انما ايضا في بعض المهارات راح يتم اكتسابها باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه. Monsieur Valéo, a-t-il également des partenariats qui ont été faits avec la France dans le cadre de ce centre? Alors, on essaie effectivement de développer des partenariats à l'intérieur du Liban et notamment l'objectif de ce centre, c'est de faire brasser un certain nombre de mondes qui sont parfois peu en contact les uns avec les autres. On parle des étudiants qui viennent d'être diplômés ou qui sont sur le point d'être diplômés, des professeurs d'université avec les entreprises. Donc nous sommes en train d'établir des partenariats avec les regroupements d'entreprises libanaises, avec aussi les milieux de l'entrepreneuriat, de la tech libanaise pour organiser, organiser ce brassage. Mais on a aussi la plus-value de l'agence, c'est que nous sommes un réseau mondial, nous sommes même le plus important réseau mondial d'université. Et donc dans le cadre de CEF de Beyrouth, nous avons établi un partenariat en France et probablement nous allons en établir un second au Canada pour aussi donner un petit peu une vision supranationale, enfin différente aux étudiants libanais et nous organiserons des formations par des praticiens français, par des industriels français, par des entrepreneurs français pour que voilà, pour qu'il y ait un brassage d'idées aussi international. Ça peut également élargir les horizons pour nos étudiants. Exactement, c'est l'objectif. عم بيقول السيد باليو انه في عدد من الشراكات المحليه عم بتصير باطار هذا المركز مع شركاء لبنانيين انما ايضا هن عم بيستفيدوا من وجودهم بعده بلدان بالعالم فكمان في شراكات عم بتصير مع فرنسا ومع كندا كرمال اكيد يقدروا يوسعوا افاق الطلاب اللبنانيين ويستفيدوا بسوق العمل بقدر المستطاع. Vous mettez beaucoup l'accent, monsieur Baléo, sur tout ce qui est entrepreneuriat. Pourquoi? Alors, l'entrepreneuriat, c'est une démarche qui, au sein de la formation, a plusieurs vertus. Alors, il faut bien comprendre les choses. C'est pas parce que on développe l'entrepreneuriat que tous les étudiants vont pouvoir avoir un destin comme Bill Gates. Sur un certain nombre de projets, il y en a un nombre très réduit. On le voit en France, dans d'autres pays, un nombre très réduit qui va conduire à une création d'entreprise pérenne avec de la création de richesses, de la valeur ajoutée. C'est voilà, un pourcentage qui est assez faible, entre peut-être 10 et 30%. Mais ce que l'on sait aussi, c'est que l'intégralité des étudiants qui ont suivi un peu des parcours ou une aventure d'entrepreneuriat ont développé des compétences qui vont rester en eux et qui sont valorisables dans n'importe quelle situation professionnelle. Et ce sont aujourd'hui des étudiants qui sont très recherchés par les entreprises, même si leur projet n'a pas abouti
pour des raisons diverses. Sûrement, c'est une formation. Exactement. Voilà. لكن عم بيقول السيد باليو انه في تركيز كبير من المركز ومن الوكالة على مواضيع اللي علاقة بريادة الأعمال، مش كل الشرك اللي بتفتح يعني بين رواد الأعمال هي بتنجح، يمكن بس 10-30% منها بتنجح بطريقة مستدامة وبتصير عم تخلق يمكن وظائف وعم تخلق نوع من قيمة اقتصادية، إنما الأشخاص اللي بيفوتوا بهذه المغامرة وهي ريادة الأعمال بيكتسبوا مهارات حتى لو تركوا هذا المجال لاحقا، فيها هذه المهارات تبقى عندهم وبيستفيدوا منها بسوق العمل. Aujourd'hui, M. Baliou, la plupart des universités libanaises traversent une crise sans précédent, notamment à cause de la crise financière. Comment l'AUF peut-elle vraiment les soutenir aujourd'hui? Alors, c'est un travail vraiment quotidien pour l'AUF qui s'est donné cette mission. Nous sommes aussi quelque part dépositaires de l'intérêt général du système d'enseignement supérieur au Liban. Donc, l'an dernier, moi, dès mon arrivée, nous avons mis en place très rapidement un plan très ambitieux de soutien généralisé au système d'enseignement supérieur libanais, avec un certain nombre la création du CEF à Beyrouth en fait partie, de sa duplication à Tripoli également, mais nous avons mis en place un certain nombre de programmes avec des financements qui sont soit des financements de l'AEF, soit des financements que nous avons mobilisés auprès de bailleurs externes et notamment français, et donc nous avons mis en place un certain nombre de programmes, un nouveau programme de soutien à la recherche libanaise qui s'appelle le programme R3 Liban. Nous avons remis en place des bourses pour les doctorants, mis en place un certain nombre de développer un certain nombre de manière assez ambitieuse un certain nombre de projets dans le domaine de l'entrepreneuriat. Nous avons doublé et les appels à proposition pour au bénéfice des universités libanaises en 2021. Il y a eu vraiment un effort considérable qui a été fait par l'AUF sur le Liban, qui n'avait pas d'équivalent, il faut le savoir, dans l'histoire de l'AUF, et qui a été depuis, dont le principe plutôt a été reproduit en Haïti. نعم، عم بيقول السيد باليو انه اكيد مع الازمه الاقتصاديه الكبيره اللي عم تضرب لبنان عدد من الجامعات اللبنانيه تضرر، فمشان هيك هن يعني بالوكاله قرروا يزيدوا الدعم. كان في كثير عمل على مشاريع من ضمنهم افتتاح المركز اللي حكينا عنه من شوي، ايضا كان في خطه دعم كبيره، في تمويل زاد من قبل مانحين فرنسيين وايضا من غير جنسيات، كما اكد ايضا انه هذا الدعم هو غير مسبق وما صار قبل بولا بلد بالعالم من قبل الوكالة، وهذا اكيد هن بيعتبروا انه هذا واجبهم انه يكونوا عم بيدعموا الجامعات اللبنانيه. Est-ce que le Liban occupe toujours une place de choix dans le paysage universitaire du Moyen-Orient malgré la crise financière? Alors, le Liban a toujours eu cette singularité, si vous voulez, en raison de son profil socioculturel. Qu'est-ce qui fait cette singularité? Ce sont deux choses. C'est un élément très important parce que c'est quelque part quelque chose qui définit aussi l'identité du Liban. C'est un, le trilinguisme, c'est-à-dire la capacité des jeunes Libanais, enfin d'une majorité d'entre eux, à connaître trois langues et à se mouvoir avec aisance dans la culture arabe, dans la culture française francophone et dans la culture anglo-saxonne. Voilà, donc c'est cette capacité de mobilité intellectuelle, sociale et culturelle qui est très importante. Et le deuxième point, c'était le niveau, c'est toujours le niveau très élevé, si vous voulez, d'un certain nombre de formations académiques au Liban, comparé à la moyenne des autres pays de la région. Donc nous, l'objectif à l'AUF, c'est voilà, que la crise qui affecte terriblement l'ensemble du système éducatif, mais aussi bien entendu du système scientifique et des universités, c'est que nous aidons les universités à ne pas baisser la garde en termes de qualité, en dépit de toutes les difficultés budgétaires qu'elles peuvent connaître, parce qu'il est impératif pour le devenir de ce pays de garder le niveau, de garder le niveau et le trilinguisme. عم بأكد السيد باليو انه لبنان بعد عنده مكانة مهمة يعني بالجامعات، من ناحية الجامعات والتعليم العالي بالمنطقة، وهذا الشيء بيعود لعاملين، اولا اتقان اكثرية الشباب اللبناني ثلاث لغات وعندهم سهولة بالتنقل بين اللغات وايضا التنقل بين الثقافات ان كانت فرانكوفونية او حتى عربية او حتى انجليزية، كما وانه بأكد انه العامل الثاني هو فعلا يعني المستوى العالي اللي بتقدمه الجامعات بلبنان، يعني اذا بنقارنه بمستويات البلدان
المجاورة، وهو بيقول أنه دور الوكالة بهيدا الفترة أنه يساعدوا الجماعات تحافظ على مستواها رغم الأزمة اللي عم بيمرقوا فيها. Pour parler, monsieur Balayou, un peu de la région également, tous les établissements aujourd'hui souffrent à cause de la pandémie de coronavirus. Quels sont les besoins des universités aujourd'hui dans la région du monde arabe? Alors, finalement, la crise du coronavirus au Moyen-Orient a précipité tous les établissements vers une obligation de mettre en place une continuité pédagogique via les cours en ligne. Alors, ils étaient tous dotés des infrastructures, ordinateurs, etc. Mais d'un point de vue de l'organisation, d'un point de vue de la pédagogie, d'un point de vue aussi même de certaines infrastructures informatiques, ça s'est fait beaucoup dans la précipitation. Donc nous, aujourd'hui... Ça a accéléré un peu cette transformation. Ça a été une obligation, donc tous l'ont fait, mais de manière un peu désordonnée. Ouais. Dans le rush. Et puis, il y a des différences entre les pays, entre à l'intérieur de chaque pays, entre les différentes universités, même à l'intérieur des universités, entre les différentes facultés. Donc nous, aujourd'hui, à l'AEF, nous conduisons des programmes un peu de renforcement, de rationalisation, parce qu'il va rester quelque chose de cette pandémie, mais chaque établissement, chaque pays, si vous voulez, aura la capacité de pouvoir activer une partie de ces cours, s'ils le souhaitent, et de les transformer en cours à distance. Mais un cours à distance, d'un point de vue de l'organisation pédagogique, ce n'est pas du tout la même chose qu'un cours. Et donc, il y a une petite révolution sur les pratiques pédagogiques que nous aidons à mettre en place. Et puis, dans un certain nombre de pays, nous intervenons sur des pays qui connaissent des soubresauts importants. Ces universités qui ont aujourd'hui cette capacité à réagir et à passer en ligne immédiatement, elles offrent à leurs étudiants cette continuité pédagogique lorsque les universités sont fermées, notamment pour des raisons sécuritaires. Et c'est le cas dans beaucoup des pays de pays. En guerre, par exemple. En Irak, c'est le cas en Palestine. Voilà. Donc, c'est un outil supplémentaire pour les universités qui ont, quelque part, transformé cette contrainte subie en un possible avantage, mais encore beaucoup de travail à construire pour la professionnalisation de cette offre en ligne. D'accord. Beaucoup reste à faire en tout cas. عم بيقول السيد باليو انه كمان على صعيد المنطقه الوكاله عم تدعم عدد من البلدان خاصه مع جائحه كوفيد 19، يعني كثير من البلدان بغتن الموضوع وما كانوا محضرين او مهيئين لانهم فعلا يقدروا يكونوا عم بيحققوا النجاح مع التعليم عن بعد، فهن كانوا عم بيرافقوا هالجامعات وهالبلاد اللي فيها اختلافات عديده حتى بقلب الجامعه الواحده ليقدروا فعلا ينجحوا بهالموضوع ورفقون بموضوع التعليم عن بعد، لهيك يستمروا بهالموضوع حتى من بعد جائحه كورونا. اما الموضوع الثاني كمان اللي حاب يسلط الضوء عليه فهو يعني مواكبة البلاد اللي فيها مشاكل أمنية أو اللي فيها حروب واللي فعلا أوقات التعليم فيه بيكون صعب، فهن بيساعدوا هالبلاد والجامعات لضمان استمرارية التعلم. L'AEF a lancé récemment une vaste campagne de consultation pour mieux servir les membres du réseau. Quels sont les résultats, en fait, de cette consultation? Alors, je crois, à ma connaissance, c'est la plus grande consultation qui a été organisée au niveau mondial. Nous avons interrogé tout le monde, si vous voulez, des ministres de l'éducation jusqu'aux étudiants. Et toutes les parties prenantes du système éducatif, universitaire et scientifique. Et cela dans tous les pays. Donc ça nous permet d'avoir aujourd'hui une vue très précise des besoins qui sont exprimés par les décideurs politiques, par les chefs d'établissement, par les professeurs et aussi par les étudiants. Et c'est sur cette base, donc sur cette base qui... une forme d'expression aussi de la demande du réseau mondial de l'AEF que nous avons construit la nouvelle stratégie 2021-2025. Donc ce n'est pas une stratégie qui est proposée par l'AEF dans une version descendante. D'accord. C'est vraiment quelque chose qui est lié aux remontées du terrain. Et donc, par exemple, l'expression des étudiants, elle concerne l'employabilité et d'où la construction de ces centres qui sont déployés par l'AEF dans le monde entier pour répondre à cette demande exprimée.
نعم يعني عم بأكد مسيو باليو أنه الوكالة أطلقت حملة استشارية واسعة وهي الأوسع على الإطلاق مع كافة الشركاء اللي إلها وعلاقة بالتعليم العالي وبالجامعات ليشوفوا فعلا شو هن بحاجة لتقدر الوكالة تكون عم بتساعدهم بالفترة المقبلة. وبناء على هيدي الاستشارات هن وضعوا خطة للأربع سنين اللي جاية من 2021 لل 2025 تكون فعلا خطة بتستجيب لطلبات ولحاجات السوق. وأهم كان يعني ربط التعليم العالي بسوق العمل, ومن هون كان يعني التركيز على إقامة هيدي المراكز اللي حكينا عنها. Pour parler d'autres choses, Monsieur Baléo, l'AUF peut être fier aujourd'hui d'avoir une parité parfaite homme-femme dans tous les postes de direction. Racontez-nous, c'est voulu? Alors effectivement, c'est vraiment, ça procède d'une volonté, une volonté du nouveau recteur. Donc les équipes ont été presque intégralement renouvelées en 2020, et il a été fait en sorte que au niveau de tous les directeurs dont je fais partie, directeurs des directions centrales de l'AUF et des directions régionales, il y ait parité. Nous sommes 20 exactement, et qu'il y ait une parité parfaite. Donc 10 femmes et 10 hommes ont été recrutés. سوبر. عم بيقول السيد باليو انه اليوم في تساوي, كل المدراء المناطقيه اللي تابعين للوكاله الجامعيه الفرنكوفونيه هن 20 واحد, 10 نساء و10 رجال, يكون في فعلا تساوي بين النساء والرجال. وهن هيدا الشيء يعني كانوا مصرين عليه هيدي الفتره, واكيد هيدا يعني مثل نتمنى نحن انه نتبعه بكل مؤسساتنا. Si vous me permettez, nous montrons l'exemple, parce que on sait que dans les universités il y a en général un tout petit peu plus de jeunes femmes que de jeunes hommes. Chez les universitaires débutants ou les doctorants, on est un petit peu dans la même situation. Et puis plus vous montez en grade et en responsabilité, notamment chez les présidents d'université, là le nombre de femmes chute drastiquement, et c'est un véritable problème. نعم, عم بيقول انه هن حبوا كمان يودوا رساله من خلال هالموضوع, لانه بالبيئه الجامعيه, يمكن بالبيئه الجامعيه النساء عاده بتكون اكثر من الرجال بالجامعه, انما كل ما نطلع بمراكز القرار بيكونوا الرجال مسيطرين اكثر, وهن حبوا يصححوا هيدا الموضوع. مسيو باليو, ان ديرني مو au Libanais et à tout le corps professoral en fait et universitaire qui nous regarde aujourd'hui et qui vraiment souffre de la crise que nous traversons. Eh bien moi, si vous voulez, aujourd'hui nous avons, il faut préparer l'avenir. L'avenir, c'est la jeunesse, c'est les étudiants, c'est ce type d'initiative qu'a pris l'AUF, typiquement rentre dans cette stratégie. Il y a un moment ou un autre où le Liban va ressortir de la crise avec un nouveau modèle économique, un nouveau modèle dans tous les domaines, y compris au niveau éducatif. La gestation de ce modèle se fait dans la douleur, sous contrainte, mais il y a une grande responsabilité collective qui est de continuer d'offrir dans les années qui viennent une éducation de qualité aux jeunes Libanais et au Liban. Et tout le monde doit y contribuer, et l'AUF y contribue. Jean-Noël Baléo, directeur régional de l'Agence universitaire de la francophonie au Moyen-Orient, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour tous les efforts que vous déployez en fait pour soutenir nos étudiants et nos établissements en cette période vraiment difficile. C'est moi qui vous remercie. Bienvenue. هذا مفتوح صباح, واليوم مثل ما بتعرفوا الموضوع الأكبر واللي شغل العالم هو COVID-19. هيدا الفاكسان أو هيدا المرض أو هيدا الفيروس يلي عم بيهدد البشرية, اليوم بيجي الطعم حتى يكون هو الحل, حتى ينقذ حياة البشر, حتى يوضع حد لانتشار الفيروس أكثر وأكثر بالمجتمع. كتار من الأشخاص هن مع, كتار من الأشخاص هن ضد. اليوم التلقيح هو واجب مجتمعي على الكل, ومفروض نكون نحن مسؤولين حتى نخفف من نسب الانتشار. رح نحكي أكثر عن استراتيجية التطعيم العالمية ضد COVID-19, ما وراء العلم, The Eradicate COVID Global Vaccination Strategy Beyond Science. هيدا الموضوع الأكبر اللي رح يحكوا ضيوفي اليوم عنه البروفيسور اللبناني محمد الصايغ, أستاذ الطب والمناعة بالجامعة الأمريكية ببيروت, وكبير المستشارين العلميين بالمعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة الأمريكية. بترافق الدكتور ريما مغنية, أخصائية وباحثة بالأمراض
الأمراض الجرثومية وعضو اللجنة الوطنية للتلقيح. صباح الخير لكم وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. أهلا. بالبداية رح أبدأ معك بروفيسور محمد الصايغ، أنت قائد بارز، بدأت مسيرتك المهنية بالحصول على شهادة الدكتوراه بالطب بامتياز من الجامعة الأمريكية ببيروت عام 84، وكما أنك دكتور أنت أستاذ كرسي الوقفية بقسم طب زراعة الأعضاء بكلية الطب بجامعة هارفارد، ومدير مركز عائلة سوشتر أبحاث زراعة الأعضاء، وكما أنك لليوم حاصل على عدة جوائز لإنجازاتك بالإضافة لعدد من براءات الاختراع. رح أحكي أنا وياك اليوم عن هيدا الفيروس عالميا، إذا بدي أحكي عنه أكثر، عن الانتشار، عن كيفية الوقاية والواجب الإنساني تجاه كل فرد بالنسبة لفيروس كورونا. شكرا كثير. بالحقيقة هو لما بلش الفيروس وأعلنته الـ World Health Organization إنه هو it's a pandemic وانتشر globally، صار في دراسات علمية على vaccines مثل ما بتعرفي، وفي صار عنا كذا vaccine موجود بعدة دول، والأفكاسي تبعتهم أو قديش هن بيمنعوا المرض أو الـ hospitalization أو severity تبع الـ disease مختلفة. ولكن في شغلة تانية كتير مهمة، لما بدنا نعمل استراتيجية لتمنع البانداميك أو لتو إيراديكيت البانداميك، في كتير فاكتورز غير العلم اللي بأثروا على هالاستراتيجية. نحن بالحقيقة لما بلشنا بالموضوع من سنتين ما كان عنا استراتيجية بالمعنى الجلوبال استراتيجي، لأنه هلأ أي شيء بيصير بأي بلد حيأثر على بلد تاني. وشفنا هذا الشيء من المتحول، التحول الرابع اللي هو أوميكرون. في ان اورجانيزيشن اسمه كوفاكس، يلي هو له علاقة بالدبليو اتش او، يلي نحن طبعا مستفيدين منه بلبنان، هني هدول بوزعوا الفاكسين على الدول يلي ما بتعمل فاكسين. صار في استراتيجية اللي هي لها علاقة، الدول اللي بتعمل فاكسينيشن عملوا فاكسينيشن للعالم تبعهم. قصدك اللي بتصنع الفاكسين؟ صح، بس نكون واضحين. الدول اللي بتقدر تشتري الفاكسين اشترت فاكسين ووزعته، بس في دول ما بتقدر تشتري الفاكسين وما بتعمل فاكسين، هدول مثل ما بيقولوا تحت رحمة الدول الثانية اللي هي عن طريق الكوفاكس، which يعني is something good، يعني شيء منيح، بس ما كان عندنا استراتيجية عالمية، وهيدي تأثرت استراتيجية بعدة عوامل، وهيدي اللي نحن ضوينا عليه بهيدي البيبر تبع الجورنال اوف جلوبال هيلث. أول وحدة هي البوليتكس، في كتير بلاد ما فيها تدفع، ما فيها تشتري، في بأوروبا صار في كتير مشاكل بين إنجلترا وبين البلاد الأوروبية على موضوع الأسترازينيكا يروح لعنده. لا. في موضوع ال بسموه جيوبوليتكس مع الجغرافيا، إنه أفريكا مثلاً ما كتير في عندهم فاكسينيشنز وما بعتولهم كتير، وفي ناس كمان رافضين يصير عندهم فاكسينيشن، وفي طبعاً عوامل بسموها كولتشرال وريليجيوس. في مثلاً إذا بتطلعي في يهود بأمريكا أو بإسرائيل ما بدهم يطعم، في أديان معينة رفضوا التطعيم. نعم. في فكل هذه الفاكتورز، حتى لو أنت عندك استراتيجية للطعمة، في ناس ما تلقت التطعيم. هلأ إذا بتطلعي على العالم كلياته اللي أخذوا جرعتين مكتملين هني 40% بس. بس هيدي الـ 40% برأيك ليش بس 40% من الأشخاص أخذوا اللقاح؟ هل تخوف أو قلة مسؤولية؟ لا، هلأ طبعا في تو فاكتورز، في عامل أول واحد نحن لما نقول 40% هي هيدي مش كتير واضحة. ليه؟ لأنه في بلاد عندهم 80-90%. نعم. وفي بلاد عندهم كتير قليل، حتى في بلاد في صفر أو 2-3 أو 5 بلاد بأفريكا بعد ما أخذوا فاكسينيشنز. نعم. ما فيك تعتمدي على استراتيجية يلي فيها التفاوت، لأنه الـ 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 المتحورات اللي بتطلع أو الميوتيشن بيطلعوا بالبلاد اللي ما أخذين فاكسينيشن، والبلاد التانية حتتأثر. هلا طبعا في ناس هن رافضين ياخذوا الفاكسين، بس بالحقيقة مش هيدا الميجر فاكتور اللي أثر على هالاستراتيجية. اللي أثر إنه ما في استراتيجية عالمية واضحة محطوطة لحتى تطعمي أكبر عدد من العالم. رح أرجع بعد شوي، يمكن ما بعرف الدكتور تقدر تجاوبني أكثر على هذا السؤال من وراء حديثك. إذا اليوم هل الفاكسان ممكن يخفف
من المتحورات. رح احكي معك بعد شوي بهذا الموضوع. اهلا وسهلا فيك دكتور ريما مغنيه، اخصائيه وباحثه بالامراض الجرثوميه وحائزه على درجه دكتوراه بالطب من الجامعه الامريكيه ببيروت عام 96، شغلتي مناصب قياديه بمجال الوقايه من العدوى ومكافحتها وترشيد استخدام مضادات الميكروبات بالعديد من المستشفيات بلبنان، وحاليا عم تشغلي رئاسه قسم الامراض الجرثوميه وبرنامج مكافحه العدوى بمستشفى المقاصد ببيروت، وانت استاذه بالطب السريري بالجامعه اللبنانيه وجامعه بيروت العربية، كما أنك عضو باللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وعضو باللجنة الوطنية للقاح من فيروس كورونا المستجد أيضا. أهلا وسهلا فيك، شرفتينا. بالبداية دكتور رح أحكي أنا وياك اليوم عن فيروس كورونا وعن الفاكسان، يعني الموضوع الأكبر والشغل العالم. طيب نحن أخذين الفاكسان، أخذين ثلاث جرعات نفترض من سينوفارم، واليوم إذا أنا بدي انتقل من بلد لبلد في بلاد بتفرض علي أخذ الفايزر، طيب أنا شو مفروض أعمل؟ باخذ فايزر ثلاث جرعات كمان ولا في اخذ جرعه واحده؟ واختلاط الفاكسان مع بعضه ممكن يضر صحه الانسان؟ اوكي، اول شيء ميرسي على الاستضافه، وهذا موضوع كثير سخن، يعني كثير نحن بيجي لعنا ناس باخذين شيء وبدهم يسافروا وبدهم شهادات. هلا موضوع الشهاده هو مرتبط قد ايه صار في ابحاث على كل طعم معين بالعالم، اكثر شيء ابحاث هو بالعالم الغربي، يعني على الفايزر وعلى الاسترازينيكا، مشان هول الوحيدين اللي بتروحي تسافري على العالم الغربي، انت بحاجه يكون عندك شهاده فيهم. فاذا انت مطعمه من اشياء ثانيه ومضطره انك تسافري وبدك تاخذي الشهاده، فيكي اول شيء السؤال هل صحيا تنضري اذا اخذتي طعم من نوع ثاني؟ بينت الابحاث انه ما في ضرر من انه واحد يشكل بالطعومه. بس بعد قد ايه فتره بده ياخذ الفاكسان؟ يعني هو بين فاكسان وفاكسان لازم يمرق على القليله ثلاث اسابيع لشهر. يعني ما فيش ست اشهر بده ينتظر؟ لا، ست اشهر هو للتذكير، يعني ست اشهر لتكون راحت مفعوليه اول فاكسان، بدك تاخذي الثاني حتى تذكري وترجع المناعه. بس اذا انت مضطره تسافري بدك تاخذي فايزر وانت ما اخذتي شيء ثاني، ما في ضرر من انه ترجع تاخذي الفايزر مره ثانيه لتسهلي امورك. بعد ثلاث اسابيع بده يمرق ثلاث اسابيع. نعم. اكيد ما في ناخذ واحد فاكسان ورا الثاني. هلا هل هذا الشيء حيضلوا على طول؟ اكيد لا، هذا لانه نحن ببدايه الجائحه، يعني سنتين بعدها القصص كثير صغيره، وبعد الاستراتيجيه العالميه مثل ما حكي دكتور صايغ بعد ما صارت، لما تتركز الامور ويصير في استراتيجيه عالميه وتكثر الدراسات على فاكسان فايزر وغيره، يمكن يصير ينقبل انه واحد بس تاكد الدراسات انه الفاكسان الفلاني هو افكتيف، تنقبل يصير في شهادات منه او لا. بس بالوقت الحاضر نحن بوضع كثير صعب، فلو واحد ياخذ الشهاده ما في ضرر انه يطعم من طعم ثاني. نعم، طيب ما في ضرر يطعم من طعم ثاني وما راح يصير في اي اشتراكات بجسم الانسان اذا اخذ الفاكسان، ولكن راح ياخذ ثلاث جرعات. هلا الثلاث جرعات هي قصه كبيره، الثلاث جرعات اولا هلا عم بيقولوا جماعه فايزر انه تبين مع المتحورات الجديده التطعيم الاساسي هو ثلاث جرعات، هيدا عم بيطلع من عند فايزر بعد ما طلع من الاف دي اي، لانه تبين انه بدك مناعه كثير عاليه من الطعم حتى تقدري تحاربي المتحورات الجديده، فالثلاث جرعات بنوا شيء كثير غريب، نحن عملنا دراسه لناس باخذين جرعتين من سينوفارم وعطيناهم من وراها جرعه فايزر، يعني صاروا ماخذين ثلاث جرعات، ما انضروا، ما صار لهم شيء، طلعت مناعتهم كثير منيحه وصار كثير منيح. فنحن بفتكر بالعالم متجهين باتجاه الثلاث جرعات لابد منه، خصوصا بوجود التحورات، لحد ما يصير في استراتيجيه عالميه كل الناس مطعمه ويخف من عدد المتحورات، ساعتها بنتحول يمكن لاقل من ثلاث جرعات لجرعه لجرعتين. بس بعده لهلا الريكومنديشن العالميه هي جرعتين وتذكير بعد فتره بالجرعه الثالثه. نعم، طيب اذا كان اخذ السينوفارم قبله عم ياخذ فايزر، بده ياخذ كمان ثلاث جرعات فايزر ولا في ياخذ جرعه واحده؟ تبين بالدراسه اللي نحن عملناها. نعم. تبين واحد ماخذ اثنين سينوفارم وبعد فتره اخذ فايزر، عملوا الناس هولي مناعه كثير عاليه. نعم. لدرجه كانهم اكثر من اللي ماخذين اثنين فايزر، فما في حاجه لحد هلا بالمتحورات الموجوده هلا انه ياخذ اثنين فايزر بعد اثنين سينوفارم، بس. نعم. يمكن بكره يجيك متحور جديد يبين لنا انه لا بحاجه لاثنين.
لبنان او ببين لنا انه بحاجه لياخذ طعم جديد من طعمات فايزر. نعم. فالقصه متحركه يعني احنا ببحر من العلم ومن الفيروسز اللي عم تتغير، فما فينا نقول اللي بنقوله اليوم يمكن بكره يتغير شوي. طيب دكتور، هون السؤال الاهم اللي بده ياخذ، نفترض كنت عم تذكري انه العام بالسينوفارم في ياخذ جرعه واحده من فايزر ومناعته راح تكون اوريدي عاليه، ولكن اذا بده ياخذ سيرتيفيكيت تيسافر فيها لبرا هو بحاجه يعمل ثلاث جرعات من فايزر، لا يعترف فيهم اذا اخذ اثنين سينوفارم وواحده فايزر؟ لا، هلا عالميا لا يعترف باثنين سينوفارم وواحده فايزر، بده ياخذ اثنين فايزر. اوكي، مشكله فايزر. اثنين فايزر جربنا قطعنا كثير عالم اثنين فايزر للضروره لانه بدهم يسافروا، ما في ضرر ابدا وبقيه المناعه كثير عاليه، فهيدا شيء ما شكل خطر على الجسم، ما يعني ما في مشكله انه ياخذ اثنين فايزر بعد سينوفارم لضرورات شهاده، مفروض بعد فتره يبطل في مناعه. بروفيسور، بدي احكي معك اكثر شوي اليوم عن الفاكسان، يعني نحن عم نعرف انه هلا كل المتحورات الجديدة الفاكسان عم بيكون فعال عليها، عم بحاربها وعم تكون المناعة عالية وما عم ننصاب بعوارض كتير كبيرة. بعرف انه نحن منا معفيين انه نلقط الفيروس، ولكن العوارض عم بتكون اخف. طيب بكرة في متحورات اضافية رح تظهر، قد الفاكسان رح يكون فعال؟ رح نضلنا عم نعمل فاكسان كل السنين على مدار السنة على طول كل فترة وفترة بنقوم بفاكسان تاني حتى نحارب فيروس كورونا؟ لا، هو ما هيك بتشتغل، مشان هيك نحن حكينا بالاستراتيجية، يعني هو مثل في سبق. نعم. الفيروس بتتطور او بتتحور بالمحلات يلي ما كتير في ناس فاكسينيتد. اذا بتطلع على المتحور دلتا ومتحور اوميكرون هلا طلعوا بالبلاد اللي ما في كتير ناس فاكسينيتد برسنتج، فالاستراتيجيه العالميه لازم يكون تو فاكسينيت از ماني بيبل از بوسيبل، قد ما فيك عالم تعطيهم فاكسين 60-70-80%، ما عم تطلع المتحورات بالبلاد يلي ما فيها فاكسين. سو هذه من ناحية، من ناحية تانية بدك تعطي بوسترز للناس يلي عندهم مناعة قليلة أو صارهم فترة طويلة لحتى تمنعيهم هولي من المتحور يأثر عليهم. وهذا اللي عم بيصير هلأ، unfortunately اللي ما عم يصير هذا الشيء ضمن استراتيجية عالمية واضحة. عم بيصير reaction، بيصير في متحور منبلش نعطي العالم هذا. بس تصير الفيروس بسموه انديميك مش بانديميك، يعني بس تصير اعداد قليله عم تصير هون وهون 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 مثل ما قالت الدكتوره، ساعتها بيكون عندك استراتيجيه واضحه. نعم. اثنين فاكسين مع بوستر بعد سنه سنتين اتسترا، بنوضحها. ما وصلنا لهون بعد. ليه بدنا ناخذ بوستر بعد سنه وسنتين؟ اوكي، هلا الدراسات اللي فرجت لهلا انه بعد 6 أشهر او 9 أشهر المناعه اللي هي نحن بنقيسها بالانتي باديز. نعم. بتنزل اوفر تايم بالوقت، فلذلك المتحورات اللي عم تجي القوية بده يكون عندك الانتي بادي تايتر اعلى، فمنعطيهم مثل ما بيقولوا بوستر لنرجع نعلي لهم الانتي بادي. عرفتي كيف؟ بس هيدا الشيء هلا عم نعمله، مثل ما قال الدكتور يمكن بعد شهرين ثلاثة يتغير الريكومنديشن. بس يصير الفيروس اندر كنترول ويصير بسموه اندمك مثل ما قلت لك، يمكن بحاجه لبوستر كل سنه مره او كل 5 سنين مره. عندنا نحن كثير فاكسينز، الجريب بنعطيه كل سنه مره، في اشياء ثانيه بنعطيها مره واحده او بنرجع بنعيدها بعد 5 سنين او 10 سنين. نعم. فكل فيروس عنده ريكومنديشنز معينه. هلا بما انه نحن عايشين بالبانديميك ما كثير واضحه الامور، عم نعمل مثل رياكشن، بصير في هلا يمكن بكره بعد 3-4 أشهر يجي متحور ما ريسبوند لاني اوف ذا فاكسينز، بده يصير يتطور الفاكسين لحتى يكون ياثر. بس لهلا نحن كل الفاكسينز از افكتيف اجينست كل المتحورات، فالعالم ما تنقل اخبار مش مزبوطه. نعم. طيب رح احكي اكثر عن استراتيجيه التطعيم العالميه ضد كوفيد 19، ما وراء العلم؟ شو المقصود بما وراء العلم؟ يعني كيف بدنا نعمل استراتيجيه ما بس معتمده اللي بلش الطريقه اللي بلشت استراتيجيه هلا من سنتين، هي انه فايزر قوي منيح يلا بنعطي فايزر بامريكا، استرازينيكا منيح بنعطيه بلندن. طب ما في عندك بلاد ما عندها مصاري تدفع ليجي الفاكسين. في باي ذا واي الكوفاكس اللي مسؤوله عن توزيع الفاكسين هي معتمده على الدول اللي بتعطيها فاكسينز ومعتمده على مصاري يجيها مشان يوزعوا الفاكسينز ويعطوا العالم فاكسينز. طب نحن مثلا بلبنان عم بيجينا الفاكسينز مساعدات، في اشياء برايفت كومبانيز اشتروها، بس تخيلي انت خدي بلاد بافريكا كيف بدهم يجيبوا هول الفاكسينز؟ كيف بده يطعموا العالم؟ فهيدي هي اللي نحن عم نحكي الفاكتورز اللي غير العلم، غير اوكي عندك فاكسينز منيح
كيف بدك توصلي للعالم؟ نعم. بخص العلم بدك توصلي للعالم بطريقة تانية. لا احكي معي دكتور مغدية عن كيفية توصيل الفاكسان من بلد للتاني، هل بيفقد من فعاليته؟ بعرف انه رح يوضب بطريقة صحية، حافظوا على حرارة معينة حتى يوصل كمان يكون افيكاس، ولكن نقل الفاكسان من بلد لبلد هل بيفقد من فعاليته؟ أكيد لا، يعني إذا انتقل مثل ما لازم، وهذا الشيء معمول فيه من زمان، مش بعد فاكسان كوفيد. يعني الطعم بينتقل بشيء اسمه شاندي فروا الكولد تشين، يعني بيطلع ببراد من مطرح ما ينشأ لحد ما يوصل لكتف المريض، ففي الحرارة مراقبة كل الوقت، بيكون البرادات فيها نوع من ميزان الحرارة كمبيوترايزد، بتقدر تشوفيه كل الوقت، وإذا كان مش مثل ما لازم بينكب الفاكسان اذا ما وصلت الحراره مثل ما لازم، فنقله صار شيء هذا كثير هين، صرنا ممرنين عليه نحن من قبل من الميزلز ومن اشياء ثانيه. اصلا بلبنان عمليه نقل الفاكسان من المطار لحد المراكز هي مراقبه من اليونيسف، فاليونيسف معودين هن على طعمه الاطفال وبراقبوا هالموضوع، وهن عم براقبوا هالموضوع بلبنان كمان. رح احكي انا وياك عن الفاكسان قد ايه بخفف من نسب المتحورات. أي. أوكي. بخفف؟ أكيد بخفف، مثل ما حكي دكتور صايغ، هو كيف بخفف؟ هو المتحور بصير لما يكون الفيروس عنده تشانس يتكاثر، الفيروس عنده تشانس يتكاثر لما يكون في كتير ناس عم بينعدوا، فإذا واحد إذا جماعة من العالم منهم مطعمين بيجي عليهم الفيروس والفيروس بيعدي كتير، بصير ينقل من شخص لشخص، كمية الفيروس الموجودة بتكتر كتير، بصير عنده تشانس هالفيروس يتحور، واحد من هالمتحورات اللي غير عن اللي قبل بيبقى، لأنه هو في ناس منهم طعامة بصير ينتقل وبيكتر. بينما إذا بيجي على جماعة كلهم مطعمين الفيروس في عنده حرب ضده، ما بيقدر يتكاثر كتير، لما ما يتكاثر كتير تشانس انه يخلق متحور جديد وينتقل وينتشر بتوطى كتير. فالتطعيم اكيد بيحمي من التحور. في متحورات ظهرت ببلدان حاصلين على التطعيم. ايه اكيد. هلا لما انت البلد اللي بيلقط المتحور ما ضروري يكون هو بلد المنشأ تاع التحور، يعني مثلا اكتشفوا المتحور اوميكرون بجنوب افريقيا، صحيح جنوب افريقيا نسبة التطعيم ما بتتعدى ال 30%، هي حوالي 25%، اولا هيدا بيئة حاضنة منيحة لوجود تحور متحور لانه منه عالي مستوى التطعيم، ثانيا معقول يكون شخص اجى من برات جنوب افريقيا من بلدان افريقيا الجنوبية اللي ما فيها نسبة التطعيم عالية أو طب كتير من بلد جنوب أفريقيا عجنوب أفريقيا ونشروا وقدروا يلقطوه بجنوب أفريقيا لأنه عندهم تكنولوجي يلتقط، فهو عم يلتقط ببلاد بتطعم لأنه البلاد عادة بتطعم هي بلاد غنية عندها التكنولوجي تلقطه، بس ما ضروري تكون هي البلد اللي أنشأت هذا الفيروس. وفي الدراسات اللي عم بتقومي فيها بالمختبر خبرينا أكثر اليوم عن المتحورات الجديدة قدي الفاكسان إفيكاس عليها وخاصة أوميكرون. اوكي هلا الدراسات اللي نحن عم نعملها نحن ما وصلنا نعمل دراسه على اوميكرون يعني بس اكيد قرينا عنه على الاوميكرون. دراستنا نحن عم نعملها نحن عم نشوف فعاليه التطعيم مع الوقت قد ايه بتنزل كيف بتصير، عم نشوف اذا خلص يعني مع الوقت قد ايه يعني انت بتطعم اليوم بكون عندك مناعه بجسمك ضد المرض كثير عاليه، عم نشوفها بعد 3 اشهر كيف بتكون مناعتك، بعد 6 اشهر كيف بتكون، كيف تكون مناعه عند شخص كان مصاب والطعم، كيف تكون مناعة عند شخص كان مصاب وما طعم، كيف تكون عند شخص أخذ 3 دوزات، كيف تكون عند شخص أخذ سينوفارم، كيف تكون عند شخص أخذ فايزر أسترا سبوتنيك، هدول الدراسات اللي عم نعملهم. اليوم بروفيسور يعني مع الجائحة العالمية جائحة كورونا بعرف قد في دراسات عم تنعمل وبعرف قد في كمان تجارب بعدها عم تقام أو بعد قيد الدرس داخل المختبرات، يعني اليوم في تخوف كتير كبير عند العالم بالإجمال أنه كل الفاكسان أو كل الفاكسينات أو اللقاحات بتشكل ممكن تشكل خطورة على حياة البشر لأنه بعد قيد الدراسة ويعني زبطك مثل ما بقولوا عم تجربوا فينا، فشو بترد عليه؟ الطريقة الوحيدة وخليني يكون واضح كتير كتير انه نتخلص من هالجائحة هو نطعم اكتر عدد من الناس. ما في شيء الانسان بياخده على جسمه يلي هو 100% سيف. انت بتاخدي اسبرين، اسبرين عنده مشاكل، بتاخدي دواء ضغط، دواء ضغط عنده مشاكل. في شغلة مهمة كتير، لما انت يكون عندك ضغط بتاخدي دواء ضغط عم تحمي حالك، بس لما يكون
في جائحة كبيرة، لما بتاخدي فاكسين مش بس عم تحمي حالك، عم تحمي حالك وعم تحمي العالم، عائلتك وأصدقائك حتى العالم كلياته. ليه؟ لأن المتحورات بتظهر بالمحلات اللي ما عندهم فاكسين. فبالحقيقة أنت العالم عندهم obligation، أنت ما بس لما ما بتاخدي فاكسين مش بس عم بتضري حالك، عم بتضري حالك وعم بتضري غيرك. نحن بسباق، سباق أنه نحن نعطي أكثر عالم فاكسين، ونعمل استراتيجية واضحة to vaccinate as many people بالعالم لحتى نحول هالجائحة من pandemic لأندمك. في شغلة كتير مهمة اللي لازم نعرفها كمان، يلي عم نتعلمه هلأ حيصير في جائحة تانية بعد كم سنة. الفيروسز موجودين، البكتيريا موجودين، المشاكل موجودة، يمكن 50 سنة، يمكن 100 سنة، يمكن بعد 5 سنين، يمكن 10 سنين. الدروس اللي عم نتعلمها هلأ بدنا نطبقها بعدين. فلذلك كتير مهم هيدا السباق نتغلب عليه. وإلا بعدين في شغلة مهمة نحن عم ننساها، هيدا الكوفيد فاكسين مش بس له قصة مرض، له an economic crisis بالعالم. العالم economically ضرب كتير كبيرة، فكل شيء بيتأثر. فلذلك هيدا السباق كتير مهم نربحه، ومنربحه by vaccinating people. كل واحد وانتو صراحة عندكم obligation هون بالتيفيات وبالميديا تشجعوا العالم to get vaccinated. هلا بتقولي لي 100% سيف؟ لا، بس عندك كمان اذا انصبتي بالكوفيد، نحن شفنا ناس، عنا اصدقاء اطباء، عنا اصدقاء من عائلتنا انصابوا، في ناس توفوا، في ناس صار على الاكسجين. شغلة ما أنا سهلة. طيب دكتور، بما انك حكيت عن 100% سيف بروفيسور، يعني اليوم الاشخاص لما يسمعوا انه عم بتقول لهم لا منه بالمية سيف رح يخافوا. ما في شيء بالمية طريقة. مية سيف. ما في بالمعنى انه نحن الدراسات اللي معموله لهلا بتفرجي انه they are safe. هلا بتيجي بتقولي لي انه بعد 5 سنين يمكن واحد من المليون اللي اخذوا فاكسين يصير معه شغله. اوف كورس، مثل ما انت قلت لك، واحد بياخذ اسبرين بيضرب براسه بالحيط بصير في معه نزيف، بيروح على الطوارئ بيموت، اخذ اسبرين. فخلينا نكون واضحين. اوكي. الفاكسين از افكتيف اند ريلاتيفلي سيف بالدراسات اللي معموله. كل شيء بالطب وزن، بدك توزني الريسك والبنفيت. الريسك اذا ما اخذتي الفاكسين كثير عالي، مش بس عليك، عليك وعلى عائلتك واصدقائك وعلى العالم كلياته. بينما الريسك اذا اخذتي الفاكسين از فيري فيري لو، ويمكن 1 out of a large number of people يتاثر. بس هذا ثمن لازم نكون مستعدين ندفعه. دكتور ديما، وفق الدراسات اللي عم تقومي فيها، بدي فوت اكثر واعمق بموضوع فيروس كورونا. مثل ما ذكر من شوي البروفيسور انه يمكن تظهر امراض جديده نحن مش سامعين فيها، انا بدي فوت اكثر لموضوع كوفيد 19 واللي هو انا اخذ اللقاح وظهرت اوبئه او امراض جديده، قد ايه ممكن تخفف من مناعتي؟ قد ايه ممكن تصير عرضه اكثر انه القط فيروس كورونا؟ اكيد اذا اخذت اللقاح هذا شيء ما بيعملك عرضه اكثر تلقط شيء ثاني. هذا شيء حتى أكيد. لو ظهرت امراض جديده ممكن ايه. تاثر على مناعتي؟ اي اكيد. أوكي. اكيد اكيد. هلا انت الشخص اللي عم بقول انا ما بدي اخذ لقاح كورونا، هو ما ياخذ 100 لقاح قبل ما بيخلق البيبي عندنا، بنركض فيه عند الحكيم ما بنسال بضره ما بضره، تك تك بينزلوا فيه طعومه كل شهر طعم ومبسوطين الاهل، لانه كان بيجرب على الحيوان قبل ما يوصل عند على البشر. بس هول الدراسات يعني ما بيتطور العلم، ما في لزوم ضلنا بال يعني عصر الخشبي، ما ضروري ضلنا نجرب بالحيوان من الاول. هدول يعني ستبس اللي مشي فيه لقاح كورونا هي ستبس علميه، مش ما وراء العلم، مش ما بعد العلم، علميه محضه مقبوله، يعني مقبوله 100% وما فيها مشكل. فما في لزوم انه نقول انه هذا ما تجرب هذا الحيوان مشان هيك ما فينا ناخده. نرجع للسؤال سالتيني اياه، اول شيء هل هذا الشيء بيمنعني انه انا اقدر قاوم مرض ثاني؟ اكيد ما بياثر. أوكي. النقطه الثانيه، هل بيحميني من مرض ثاني؟ لحد هلا تبين انه لقاح كورونا اللي عم ناخده بيحمي من كل المتحورات على نسب مختلفة، يعني على أول واحد ووهان سترين كان كتير الحماية عالية، الإشتة الدلتا صارت الحماية أوطى شوي بس بعده بيحمي، يعني بلا ما يحمي 100% 99% صار يحمي أقل شوي أقل شوي، بس بعده بيحمي من الموت، بيحمي من فوت على المستشفى. هلأ تبين أنه لقاح كورونا اللي نحن هلأ عم نستعمله الكلاسيكي بيحمي ضد أوميكرون، إذا كانت المناعة ضد الكورونا بجسمه الواحد كتير
الحراريه، ما معناه اذا يا اما ماخذ ثلاثه شوتس او بعده مطعم جديد بكون بينحمى من الاوميكرون. يمكن بكره يظهر مثل ما حكينا هلا انه يظهر فيروس جديد ما بيحمينا منه هذا الطعم، اكيد عم ينشغل على طعومه معقوله تحمي من الاشياء اللي تجي بعدين، واكيد اكيد اللي بناخده هلا ما حيضرنا وما حيخلينا ما نقدر ناخذ طعم ثاني. ما بقى في عندي وقت، ولكن سؤال اخير بختم هذا اللقاء، الاشخاص اللي اخذين استرازينيكا اخذوا جرعتين بدهم ياخذوا جرعه ثالثه، جرعه ثالثه كانت فايزر بضر بصحتهم؟ ما في شيء بضر بصحتهم، لا اوكي لا ما في ضرر بالصحة، في ربح بهذا الموضوع. نعم مشكورين، أهلا وسهلا فيكم. البروفيسور اللبناني محمد الصايغ أستاذ الطب والمناعة بالجامعة الأمريكية ببيروت وكبير المستشارين العلميين بالمعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة الأمريكية، هلا فيك شرفت. وأهلا وسهلا فيك دكتور ريما مغنية أخصائية وباحثة بالأمراض الجرثومية وعضو اللجنة الوطنية للتلقيح، شرفتونا وكل التوفيق لكم. شكرا. ميرسي. فاصل علينا صغير وبنرجع لمتابعة أحلى صباح. عودة مشاهدينا لنتابع أحلى صباح. رغم كل الظروف القاسية والصعبة اللي عم نمرق فيها، بيبقى بلبنان في مساحة للعيد والفرح والأمل بفضل إرادة اللبنانيين اللي فعلا قادرة تنتصر على كل شيء. وبدأنا نشوف يعني بعض المناطق اللبنانية عم تلبس حلة العيد لتدخل شوي من الأمل والفرح والدفى على قلوب اللبنانيين اللي هن بحاجة لهالإيمان ليقدروا فعلا يستقبلوا هيدي السنة طفل المغارة. بهالإطار أطلقت جمعية لبنان أوف تومورو للسنة الثانية على التوالي قريتها الميلادية بمنطقة الأشرفية وأضاءت شجرة الميلاد. احتفال كان برعاية محافظ بيروت القاضي مروان عبود، وكان فعلا احتفال بيشبهنا، بيشبه لبنان اللي نحن منحبه واللي منطمح أنه نوصله. كل تفاصيل الحدث منخدها من السيدة دونيز تو اللي بتنضم معنا عبر زوم عن جمعية لبنان أوف تومورو. صباح الخير دونيز. صباح الخير بشارة، أول شيء مرسي كتير لاستضافتك لألنا اليوم، مع أنه أنا ما كتير بحب أطلع على الإعلام. سعيدين جدا تكوني معنا على كل حال دونيز بهيدا الصبحيه، وطبعا يعني عم نضوي على حدث هيك بس كثير من الايجابيه بهيدا الاسبوع مع جمعيه لبنان اوف تومورو. بس قبل ما نحكي عن الحدث اللي صار ساحه سيسين، يا ريت هيك تعرفينا بلمحه سريعه عن الجمعيه، ايمتى تاسست وشو ابرز اهداف اللي بتشتغلوا عليها؟ اول شيء الجمعيه هي تاسست بادار 2020 بمبادره فرديه طارق كرم وجيسيكا عزار، وتتسارت المعيشة كتير غالية بلبنان وتدني المعيشة، بقى قرروا هن بمبادراتهم الشخصية انه يساعدوا الناس. كانوا بالأشرفية لقلك الصراحة أول شيء، وبلشوا يساعدوا العالم اللي شوي أحوالها رجعت لورا لحديث ما صار الانفجار كبير، أكبر ثالث انفجار بالعالم، انفجار المرفأ. وساعتها صرنا مثل خلية نحل، يعني كل مقرنا بس لتعرف هو بالفراندا، مطعم الفراندا بالأشرفية. صحيح. أول ما طلع هيدا الهيد كوارترز تبعكم. هيدا كان، هيدا ما كان عندنا مكاتب، يعني لدرجة أنه حتى نحن في كتير من بيناتنا كمان تضرروا. صحيح. تركوا عيالهم ليساعدوا غيرهم. بقى هون بلشت، هون مشوارنا بلش باللبنان أوف تومورو. أكيد أنا هون بدي ما في غير ما أذكر طارق كرم بالشخصي وكل أصدقاء لبنان أوف تومورو. أكيد نحن خلية نحل عم تشتغل ليلا نهارا للإنسان بس. نعم. يعني نحن الإنسان كتير مهم لألنا، دونك هيك بلشنا. نعم دونيز، يعني اليوم صحيح صاركم مش من زمان مبلشين، يعني عم نحكي من أدار 2020 بس صرتوا حاضرين بقوة، بنسمع عن لبنان أوف تومورو كتير وقمتوا بعدد من المبادرات، يعني شفناكم عم بتضوا شوارع رمال على الطاقة الشمسية، شفناكم على الأرض مع الناس وبين الناس بعد انفجار المرفأ. هيك شو أبرز الأنشطة اللي بتبقى بتهنيك اللي اشتغلتوا عليها؟ أول شيء نحن اشتغلنا من أيلول الماضي بشيء اسمه باك تو سكول. باك تو سكول كنا عم نوزع قرطاسية وكتب ودفاتر وأقلام وكل شيء للولاد. هيدي السنة عملنا أضفنا لها شيء اسمه ميديكال، يعني بيجوا ليفحصوا عينيهم الولاد اللي كمان محتاجين، ولا الوضع، لأن أنا صرت مقتنعة أنه كل لبنان صار محتاج. صحيح. مش بقى مثل قبل. بقى رجعنا عملنا الباك تو سكول، عملنا بالكورونا، اكيد معك خبر بالكورونا، عملنا مكانات اكسجين للعالم. وعملنا شيء اسمه غرفه عمليات صغيره، صرنا نعطي ادويه خاصه بالكورونا، وزعنا تقريبا اكثر من 750 ل 1000 كيت للكورونا. في مبادره قامت فيها جيسيكا عزار اسمها كوكينج فور ا جود كوز،
كل مرتين بالشهر عم نطبخ 200 ل 250 وجبة غذائية، وجبة نحن نطبخها بإيدنا ومنوزعها لغير جمعيات. نعم. عندنا شيء اسمه الفارمينج هوب. الفارمينج هوب مبادرة قام فيها حدا معنا اسمه زياد بلبنان اوف تومورو. نحن مثل ما بنعرف انه في كتير ناس عندهم دجاج ومن وراء البيض عم بيعيشوا. صحيح. فقررت لبنان اوف تومورو انه تساعدهم لتأمن لهم اكل للدجاجات، ولا تكبر لهم تشتري لهم الدجاجات ليقدروا يصير عندهم بيض اكثر. عندنا مبادره قمنا فيها هلا مؤخرا اسمها ماي باد، اكيد بالتعاون مع ليبانيز فود بانك ودورتي. هيدي انت بتعرف انه الفوت الصحيه صارت كثير غاليه وكثير قليل من الناس عم تقدر تشتريها. بقى نحن توجهنا على طرابلس وعكار وعم نتوجه بكل لبنان لنقدر نساعد النساء. نعم. اطلق طارق كرم هلا مبادره امبارحه من يومين اسمها ال او تي لبنان اوف تومورو يونيفرسيتي كلوبس. نحن بدنا نبلش نوعي تلاميذنا على مساعده الغير، انه مش بس مهم انه نكون حد الناس، مهم نتعلم انه الانسان هو اولا بحياتنا. صحيح. يعني دونيز عم تشتغلوا على كذا جبهة، مبادراتكم اسم الله كتيرة، قدمهم اليوم يكون في منكم هيك إصرار على ثقافة الحياة والثقافة بالمطلق، خاصة بعد اللي مرقنا فيه وبعدنا عم نمرق فيه اليوم. صحيح. نحن عم نجرب، يعني نحن ما بدنا نكون محل الدولة وما بهمنا نكون محل الدولة. نحن خلقنا لأن شفنا أنه في جاب بلبنان، يعني بالبلد، يعني مع كل شيء صار في عندك شيء منه مزبوط. إذا بقول لك قد أنا مثلا هيك أنت برانتيز، وقت كنا عم نركب سيسين لأن بقينا على الأرض 12 يوم لنركب سيسين، إذا بخبرك الناس اللي بتجي، أنا كنت قاعدة بقهوة، اللي بتجي ما عاد تاكل. يعني شو بدي أقول لك بشارة، شيء مرعب، ما عم صدق، أنا ما صدقت. مشان هيك بنجرب قد ما فينا نساعد بإمكانيتنا الصغيرة. نعم. للأسف يعني في كتير ناس كمان بيكبروا وما بيطلبوا، هولي أشخاص يمكن ساكتين ببيوتهم كمان بحاجة إنه نلاقيهم نحنا ونساعدهم. لنحكي شوي عن الاحتفال اللي صار هذا الأسبوع، ساحة سيسين أضاءته شجرة الميلاد وأطلقته القرية الميلادية، فعلا كان احتفال مميز. خبرينا هيك شو تضمن هذا الاحتفال؟ أول شيء الشجرة هي فكرة عادوا معنا بلبنان أوف تومورو. نعم. ونحن هديك السنة إذا بتعرفوا كنا عاملين نفس الشجرة بس حاطين بيوت بيروت على الشجرة. عم نشوف صورة الشجرة لنقول للناس أنه رح ترجع تتعمر بيروت. هلا هالسنة حبينا يكون في ملك حارس. ملك حارس إذا بتشوف هلا بالصورة، هيدا الملك عم يحرس لبنان كله. وتحت الشجرة عملنا رجعنا بيوت لبيروت، يعني هيريتج بيروت، لنقول انه نحن رح نرجع. نحن عمرنا قد ما فينا كجمعيه، قد ما بنقدر قدرنا ساعدنا الناس لترجع على بيوتها. هيدا الملك اللي فوق اللي حارسنا وحارس لبنان، نحن بنطلب منه كنا انه يضلوا معنا ويضلوا عطينا هالايميل لنقدر نكفي. هيدي العين السهرانه، هيدي الفكره. سوري بشاره، هيدي العين السهرانه على لبنان، هيدي العين السهرانة على لبنان. هلا كمان ضوينا مثل ما انت قلت كمان شوارع، مثلا رمال، كرم الزيتون، الجعيتاوي، ساحة سيسين، حطينا 320 لمبة إذا لاحظتوا. وبعدنا عم نوسع أكثر، عم نجرب، بدنا نجرب نطلع من الأشرفية إذا قدرنا ماديا. أكيد، يعني على أمل تتوسع هالمبادرات خارج منطقة الأشرفية. كان في كلمة ملفتة لرئيس الجمعية السيد طارق كرم بالاحتفال اللي صار ببداية هالأسبوع، قال فيها نحن اليوم في عنا لبنانين، في لبنان اللي بيشبهنا، لبنان الجمال، الثقافة، الحب، الانفتاح، في لبنان اللي عم بيجربوا يخلونا ياخذونا عليه، يعني اللي هو ما بيشبهنا أبدا، لبنان الموت والذل والفساد. صحيح. أول شيء طارق، أنا من هالمنبر بدي وجه له أكبر تحية لطارق كرم. طارق هو بيلهمنا، ما بيتعب بقى. صح. نحن ما ممكن نتعب، خاصة يعني بالطاقة الإيجابية اللي عنده. عنده طاقة إيجابية، ونحن بس بتعرف بالجمعية نحن ما في رئيس ونايب رئيس. هلا هو أكيد طارق هو الرئيس، بس نحن بنتعامل كلنا مثل بعضنا، ما في تراتبية. نحن مثل المسبحة، متكاملين مع بعضنا. بس أكيد كمان وهذا الشيء واضح يعني باللي عم بتقوموا فيه دونيز. نحن في مؤسس كمان، أنا هو المؤسس، هو العراب، ما في غير ما أشكره بريزيدان أنطوني السحناوي. نعم. لأن في كتير إشي عم بيعملها بصمت بدون ما حدا يعرف.
نعم أكيد. كمان تحية لإلو دونيز. لنحكي شوي عن سوق الميلاد أو هالقرية الميلادية، هي بالتعاون مع لجنة التجار الأشرفية، وهيدي طريقة كمان لدعم الحركة التجارية بالمنطقة. شو بتتضمن هالقرية وهيدا السوق؟ أو مش نحن لتعرف أنه نحن هالقرية الميلادية ولا منسميه الكريسمس فيليج فينا نقول ولا الفود كورت. نعم. هو كيانة نحن عم نجرب نشجع السمول بيزنسز. نحن هاو دي الكيوسكات بيتبدلوا كل 4-5 أيام لغير ناس يجوا يبيعوا منتوجاتهم. فيها تكون منتوجات يعني أكل، أكل عنا 6-7 كيوسكات ولا 10 كيوسكات أكل، وعنا غير كيوسكات تتضمن ديكوراسيون دو نويل، أكسسوار، موني. عم نجرب قد ما فينا نشجع السمول بيزنسز يقدروا كمان ينتجوا ويقدروا يساعدوا بعضهم ويساعدوا حالهم يصمدوا بهذه الفترة، يقدروا يتخطوها لنوصل يمكن لفترة أفضل إن شاء الله. أكيد. لأمتى رح يستمر لأمتى رح تستمر هالقرية الميلادية دونيس؟ أوكي، نحن رح نستمر لست الشهر 6 جانفي. أنا بدي أدعي كل الناس أول شيء تجي على القرية الميلادية، لأن القرية الميلادية هي رح يكون فيها انترتينمنت للأولاد من 4-6-7 تقريبا. حد الشجرة رح يكون في غير انترتينمنت نحن جايبينه للأولاد، رح يكون في كتير شوات مهضومة. أكيد أنا هون بدي أشكر كل العالم اللي ساعدتنا، وفي كتير عالم ساعدتنا بدون أي شيء مقابل، بس حابة أنه تزرع فرحة، تزرع ابتسامة على ساحة ساسين. بنطلب من كل اللبنانيين من كل المناطق يتوجهوا على ساسين كل يوم، لأن هيك بنقدر شوية نقدر نرجع الأمل، نقدر نرجع البسمة، نقدر نرجع الإيمان. نعم. نعم. لكل الفقد. دونيز، الملفت بعملكم أنه في عدد تشتغلوا مع عدد من الجمعيات، يعني حتى بالمعرض أو بالقرية في عدد من الجمعيات مشاركة معكم. صحيح. قد مهم اليوم يكون في تعاون بين يعني جمعيات المجتمع المدني. صحيح. نحن مثلا لتعرف أكيد بتعرف هيدي القهوة أغونيست. أغونيست هي قهوة فتحت. نعم. واللي بيشتغلوا فيها هم ناس تريزوميك. أصرينا أنه تكون معنا هالسنة كمان لتقدر كمان ليحسوا حالهم كمان أنه هن معنيين بالميلاد. صحيح. وهن مش مثلا منبوزين. عندنا كمان كتير جمعيات معنا، لبنيس فود بانك، دورتي، كلهم معنا، كلهم منحب أنه يكونوا معنا، لأن نحن إذا ما كنا إيد وحدة ما بنقدر نعمل شيء. بدنا كلنا نكون متضمنين مع بعضنا ومنساعد بعضنا. أكيد. دونيس، خبرينا هيك بلمحة، شو عم بتحضروا مشاريع للمستقبل، وقدي فعلا صعب الدعم الاجتماعي بهيدي الفترة، وبعرف قدي عم تتلقوا طلبات. أنا أول شيء بدي بس أعطي رقم التليفون. تفضل. اللي أول شيء نحن اللي بده دواء، اللي بده دواء وعايز دواء وعنده رشدة ونحن ممكن نقدر نأمنه، بدي يتصل على هيدا الرقم 76-88-32-32. 76-88-32-32. أكيد لكل الأشخاص يمكن اللي ما عم بيلاقوا دواء هنا بحاجة إلو معهم رشدة، فيكم تتصلوا بجمعية لبنان أوف تومورو وهنا رح يجربوا يساعدوكم لتأمنوا هيدا الدواء. أكيد مبادرة جدا مهمة دونيز. صحيح. وعندنا بعد رقم غير هيدا إذا عايزين غير قصص. نعم. نقدر نساعدكم فيها، هو الرقم 71-60-82-82. نعم أكيد. نحن بدي بس قبل ما نختم، ما بعرف إذا بعد عنا وقت. فضل. بدي وجه شكر كبير لكل الجيش الأزرق، لأن نحن منسمي حالنا الجيش الأزرق. واحد واحد ما بقدر سميهم كلهم، نحن كتار، وما في إلكم قدي في عالم حبة تكون معنا وتساعدنا. أنا بدي أشكرهم على كل سهرهم وعلى كل تعبهم معنا، وبدي كمان أذكر كمان شخص هو طلع بالفكرة، سمعان. نعم. لقال له أنه سمعان حلمك تحقق، لأن قال لي دونيز بليز هيدا حلم لإلي، بقى حلمه تحقق وحقق لنا حلمنا معه. وعكل حال عم بتحققوا كمان أحلام كتار من اللبنانية بفضل كل هالمبادرات. دونيز، بالأخير كلمة أخيرة لكل اللبنانيين اللي يمكن حابين يشاركوكم اليوم بالأشرفية بفرحة العيد، بس هن ما عبالهم يعيدوا، مش حاسين بفرحة العيد بسبب الظروف الصعبة اللي هن فيها. صحيح. أنا بدي أقول لهم ما يفقدوا الأمل. يكون عندهم أمل ويكون عندهم ويحسوا أنه نحن كلبنان أوف تومورو رح نجرب قد ما فينا نكون حد الإنسان، وما في شيء بدون بالحياة. يعني بدهم يعرفوا أنه هلأ بركز ظرف كتير صعب عم نمرق فيه، بدنا نكون نحن كلنا كلبنانية ما نفرق بين شخص وتاني، نكون متضمنين مع بعضنا، نعرف أنه هيدي المحنة رح تخلص ورح نكون كلنا سوا.
نعم أكيد إن شاء الله هالمحنة بتخلص. بدنا نذكر الرقم الثاني اللي ذكرتيه دونيز هو 7160-8282. هيدا كمان الرقم فيهم يتواصلوا الأشخاص اللي عايزين شيء مع جمعية لبنان أوف تومورو. أنا بدي أشكرك دونيز توقع على هيدا المداخلة وعلى كل المجهود اللي عم بتقوموا فيه بالجمعية فعلا لتساعدوا اللبنانيين بهيدا المرحلة الصعبة، على أمل نقدر كلنا نعيد هيدا السنة بسلام وأمن ومحبة وأكيد أهم شيء براحة بال. أول شيء بدي أشكر التلي ليبان على استضافتكم لألنا، وبشارة أنت كمان thank you so much. أهلا وسهلا فيكم دايما. مرسي. أهلا وسهلا مشاهدينا، فاصل قصير وبعده منتبع أحلى صباح، خليكم معنا. صباح الخير عن جديد لكم مشاهدينا متابعينا بلقاءاتنا الحوارية من برنامج أحلى صباح، وضيفي بهذا اللقاء دكتور وجيه فانوس الكاتب والباحث عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورئيس المركز الثقافي الإسلامي. تنحكي معه عن رحيل فضيلة الشيخ الأديب والشاعر فضل مخدر ورئيس الملتقى الثقافي الجنوبي. هذا الإنسان اللي كانت البسمة ما تفرقه أبدا، اللي كان يصاحب الكبار والصغار، كان كبير مع الكبار وصغير مع الصغار، والفكر الأدبي اللي بيحمله والثقافي صرح بحد ذاته حملنا إياه وطبع فينا. رح نحكي أكثر عن مسيرة الشيخ فضل المخدر مع الدكتور وجيه فانوس. صباح الخير لك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا وميت مرحبا. يا هلا. كما كان فضل المخدر الشيخ النائب السابق لأمين عام اتحاد الكتاب اللبنانيين اللي هو حضرتك اليوم موجود معنا، خبرنا أكثر عن الشيخ فضل المخدر، عن مسيرته، عن حياته، عن هيدي المسيرة يلي طبعت بحياتنا نحن كبشر. الحقيقة ما كنت متوقع أني أحكي عن فضل بهالمناسبة هاي. فضل كان بعده بعز عطائه بعز إمكانياته، بس هذا حكم ربنا الله يرحمه، خسارة كبيرة. تعرفت على فضل من سنة 2005، كان منظم مؤتمر للناشرين والكتاب العربي فشاركت فيه، ومن يومتها نمت بياناتنا صداقة. لفت نظري بهذا الشخص تفاني في الرسالة اللي ندر حاله لألا. فضل كان مثقف، شاعر، روائي، وبذات الوقت فنان تشكيلي. إضافة إلى كل هؤلاء كان شيخ معمم. الطريف والجميل بوجود عم شوف الصور على الهواء، الله يرحمه فضل مخدر، إنه قدر يعمل نوع من التكامل بين ما تقتضيه العمامة التي وضعها على رأسه وما يقتضيه الثقافة والأدب اللي التزم فيهم بحياته. واقع الحال هذا مش غريب عن شخص مثل فضل مخدر ابن البابلية من جنوب لبنان. ما في جنوبي بيولد إلا هو شاعر، ففضل كان شاعر. ما في جنوبي بيولد إلا بيدمه القص والرواية والسرد، فضل الله يرحمه كان قصاص وسارد وروائي. وما في جنوبي بيولد إلا وهم القضية، قضية الوطنية وقضية فلسطين، إلا فايت بدمه، إلا فايت بخلاياه بشرايينه. ففضل مخدر قدر يعمل هالتكوين مشترك بين كل الأمور هاي دون أن تتعارض فيما بينها. فضل مخدر قدر يكون داعي للقضية الوطنية، داعي للمقاومة، داعي لتجديد الشعر والأدب، داعي للرواية، داعي لشيء كتير مهم، إنه الدين ما يطلع متعارض مع كل هالإبداعات الأدبية. ياما ناس كانوا يخمنوا إنه الدين يتعارض مع الفكر، مع الأدب، مع الشعر، مع هالقصص. فضل مخدر قدر يعمل كل هالمجموعة هاي ويقدمها للناس. يضاف إلى هذا كله أنه فضل مخدر الله يرحمه من لم يكتفي فقط بالأمر النظري أو الخاص فيه، حول نفسه إلى منشط ثقافي على مستوى الجماعة، وهذا قليل لنشوفه بلبنان وخاصة بالمجموعات التي بيتعامل معها فضل. يعني خلي في رجال دين شعراء، في علماء دين بيكتبوا، ولكن أن يكونوا منشطين ثقافيين بالقدرة اللي كانت عند الله يرحمه فضل هذا أمر نادر جدا. فضل أسس عدة بيوتات ثقافية
ملتقى ثقافي لبناني، نادي الكتاب، عمل كتير أشياء إلى مرحلة أنه وصل أنه بيته صار صالون ثقافي يجمع الناس بدارته بالنبطية ويجوا الشعراء والأدباء وتكون أمسيات ثقافية عنده. هذا الرجل كان بحد ذاته طاقة ثقافية كبرى دفعها رؤيته للأدب، حبه للثقافة وانغماسه الالتزامي لكل هذه الأمور من واقع رؤيته الدينية ومن واقع فكره الوطني وإخلاصه للقضية ولفكرة المقاومة. ترجل عن مسرح الحياة الشيخ فضل المخدر الأسبوع الفائت. بعرف أني ترك صدى كتير كبير بحياة الأشخاص اللي هن حواليه والتلامذة اللي عرفوه كمان. كيف تلقيت خبر أو نبأ وفاته؟ أنطلق من فكر الوجود الشخصي. فضل إنسان مثقف، درس، عمل ماجستير، وبذات الوقت عمل دراسات حوزوية، نهض على هذا الأساس وانطلق. بحكم القيافة الدينية اللي فيه وحضور الديني صار في التفاف حوله من كثير من الناس. بتعرفي عالم الدين يجد أحيانا إقبال، وبحكم قدراته على تقديم الشعر، تقديم الأدب، صار أيضا في التفاف حوله وجمع حوله المبدعين من الأدباء والشعراء والمؤمنين من أهل الدين وعمل هذه القصة. الأمر الثالث رحابة صدره وقدرته على تفاعل مع الآخرين. الله يرحمه شيخ فضل كان إنسان إيجابي، لم يكن من أهل السلبية، ولم يكن ضد فلان أو ضد علتان. وأنا أعلم أنه الله يرحمه فضل حورب كثيرا وعودي كثيرا، لكنه تقبل الجميع بصدر رحب. هذه الصفات كلها جعلت منه يعني مقصد لكثير من الأدباء الشبان ولكثير من الناس اللي حابين يناقشوا في الأدب، واشتغل. وصلنا لمرحلة أنه كنا عم نعمل انتخابات اتحاد الكتاب اللبنانيين، فترشح الأخ فضل وأنا كان لي شرف الترشح مع مجموعة، فانتخبوا لي أمين عام. وضمن التصفيات اللي بنعملها فضل الله يرحمه كان نائب الأمين العام. نعم. عمل نائب الأمين العام معي لدورتين. هون بدي أحكي شوي عن حضور الله يرحمه فضل في العالم العربي. كان يرافقني برحلتي للعالم العربي وخاصة في تمثيل لبنان. أنا كنت مثل لبنان في الاتحادات، في اجتماعات العام من الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب. رافقني بعدة زيارات بالجزائر وبالإمارات وفي بعض هذه الدول. فلفضل كان له حضور واضح في مجالات الشعر والأدب، وكذلك لم يتخلى عن فعاليته الثقافية، ظل دائما دينمو ثقافي. بعلمك عنا اجتماع كون مع اتحاد العام لدول الكتاب العربي، وانه فضل العامل ندوي ثقافي. لخي ما شغلتك هلا ندوي ثقافي احنا جهه. فهذا الرجل كان مهووس بالفكر الثقافي وبزرع الثقافه، و أن تكون هذه الثقافة مش ثقافة ليبرالية، لا. بما أنك عم تحكي عن الندوات والحوارات، رح نشوف فيديو بعد شوي خاصة حول اللقاءات والندوات والحوارات حول الفارابي والمنذور اللي كان هيك يجود لما بده يحكي عنهم. فترك لنا تراث أدبي وشاعري كتير كبير فضيلة الشيخ أو سمحت الشيخ فضل المخدر. اليوم إذا بدي أحكي أكثر عن القضية بما جهز الفيديو تنشوفه، عن القضية يلي حملها وحملنا إياها كأدب وفكر. بنشوف الفيديو وبعدين برجع بروح للسؤال. يلا. أي عشق يشدني يا رفاقي، نجلة الخير أم نخيل العراقي؟ أي عشق يشدني يا رفاقي، نجلة الخير أم نخيل العراقي؟ أم بساتين ضفتين تلالت بسواقي فراتها الرقراقي؟ أم مواويل قرية وصبايا تختفي بين أضلعي واشتياقي؟ القوافي ربيع حب قديم أم لذكرى ربيعه أشواقي؟ آية الحب وحي قلب ونجوى تنتشي كلما يلوح التلاقي. وأنا لم أرى العراق بعمري، وأنا لم أرى العراق بعمري، لم تلامس ترابه آماقي، لم تداعب أناملي وجه صبح من صباحات سعفه الصفاقي.
لم تراهق مسامعي همسات من ليالي نسيمه الخفاق فلما العشق والهوى ظل يندي مهجتي أو تزفه أعماق ذلك البعد يا عراق وكأسي مترع باللظى ومر الفراق كلما ردد المغنون لحنا فيه بغداد نغمة الأبواق أحسب اللحن بسمة في لقاء وهزيج الغناء دمع العناق لا أغالي فحسبك اليوم أني واحد من أولئك العشاق واحد من أنين قلب يقاسي كلما أن في العراق الرحمة لروحه طبعا الله يرحمه كان يعبي المنابر شوفي. اللي يطلع عليها علامة مميزة بحياتنا الثقافية في لبنان خلينا نعترف شغلة لبنان في حالة مرارة وصعوبة عيش وانهيارات اقتصادية وسياسية واجتماعية وسط كل هذه الأزمات فضل مخدر آخر سنتين لم يتراجع على الإطلاق ظل ضمن كل نشاطاته الثقافية بل بالعكس زاد من زخمها آخر سنة طبعا تعاورت عليه الأمراض والأوجاع ولم يتوقف آخر لقاء كان بيني وبين فضل ما له زمان كان أطول لقاء صراحة كنا عم نوضع بعض ساعتين ونص لحالنا عم نحكي بالهم الثقافي في ميزة هون بحب أنا أحكي فيها شوي إذا بتسمحي لي بما أنه عم تحكي عن الهم الثقافي كنت سألتك سؤال شو القضية اللي حملها وحملنا إياها نحن كأدب وفكر يمكن هيدي هون للنحلة الثقافية أكثر هذا الموضوع اللي بدي أجيب سيرته نحن منلاحظ أنه الدولة اللبنانية فيها شيء اسمه وزارة الثقافة وكلنا بنعرف وأنا عندي خبرة بوزارة الثقافة يعني أنه ميزانية وزارة الثقافة لا تكفي حتى لمعاشات موظفينا حتى إذا بدهم يجيبوا حدا من برا حتى لتقديم خدمة معينة خفيفة يمكن بدفعوها من جيبتهم ما بتعطي أي دعم فعلي وحقيقي للشأن الثقافي وزارة تقريبا أعمالها كلها روتينية إدارية فضل اشتغل كأنه هو وزارة ثقافة وزارة ثقافة تهتم بكل لبنان بمفرده بالتعاون مع بعض الأصدقاء اللي كنا نقعد مع بعضنا فتح بيوت ثقافية في الجنوب في مناطق عديدة حتى بيته عمله ثقافي شو الرسالة اللي كان عم يقولها فضل في رسالة آخر مرة حكينا فيها أنه يا فضل كيف بدك نشتغل فيها هاي أولا الدين لا يتعارض أبدا مع الإبداع الأدبي بل الإبداع الأدبي والفكر الديني بيكملوا بعضهم إذا قدرنا نفهمه مظبوط هذه رسالة رسالة تانية لا يمكن للبنان هذا اللبنان المنهار حاليا الموجوع حاليا أن يكون بلا ثقافة إذا راحت الثقافة من لبنان خسرنا لبنان كله المطاعم في منها وين مكان السينمات في منها وين مكان الملاهي في منها وين مكان المناظر الطبيعية في منها وين مكان ولكن في خصوصية للثقافة اللبنانية ثقافة في لبنان ثقافة انفتاح والتزام في الوقت عينه تقاليد وحرية ابداع في الوقت عينه وهذا اللي كنا عم نشتغل عليه كفريق عمل وكان معنا فضل من ضمن الرواد في هذا المجال الله يرحمه فضل لم يتوقف في هذا الأمر الثالث المثقف في لبنان وإن هجرته الدولة وإن تغاضت عنه الدولة وإن وزعت الدولة خيراتها على كثير من المحاسيب والأزلام والمتنفعين وأصحاب الوسائط المثقف قادر يضل واقف لأنه رسميله معه رسميله فكره ورسميله قدراته على التعبير إن كان الكلامي أو الفني أو التشكيلي أو الجمالي هو ما بيخسرهم فضل مخدر النموذج لهذا المثقف اللبناني المنفتح الملتزم بدينه الملتزم بقضيته الوطنية نهضة لبنان والملتزم بقضية فلسطين واستعادة فلسطين وحقوق شعبها لم يتخلى عن كل هذه الأمور عبر عن هذا في كل حياته إذا بتشوفي ديوانه الشعري إذا بتشوفي رواياته اسكندرونة والتاني إذا بتشوفي كل أعماله لم تخرج إطلاقا عن هذه الدوائر الثلاث أو الأربعة التي التزمها شيء بيحرق القلب بدنا نسلم بإرادة الله إنه فضل راح مفروض نكفي هالمشوار مفروض
نتابع كمثقفين هذا النهج، يمكن نمشي بغير طريقة، يمكن نمشي بغير فكر، ولكن هذا النهج أن يكرس المرء وجوده وحياته وفاعليته للثقافة. نعم. هذا هو المثقف بامتياز الله يرحمه شيخ فضل مخدر. طيب اليوم كيف اشتغل واجتهد على تقديم ثقافة عربية صحيحة؟ في عزيمة لا تلين، في رأي مقتنع فيه تماما، وفي إرادة رغم كل الصعوبات. أنا بعرف أنه فضل كان يروح من محل لمحل ويتعذب بمشي وير ويجي، يا مالك يا فضل منك مرتاح؟ اللي والله ما عم برتاح، عم بشتغل 20 ساعة 18 ساعة، عملها وظيفة، علما هذه الوظيفة لا مرتب لها ولا مردود مادي لها. نحن كلياتنا كمثقفين ومؤلفين نموذجنا الأعلى أبو حيان التوحيدي اللي بالآخر جاب مؤلفاته كلها وحرقها، لم يستطع أن يتنفع منها بشيء إلا بالفكر. المثقف ببلادنا، وهون غلط الدولة، وهون رسالة بتصور هذه بنعتبرها نحن وصية من فضل مخدر للمسؤولين للدولة. كل دول العالم ترعى المثقف، بتأمن له كمؤسسة. اتحاد كتاب مهمل اليوم من قبل الدولة، ميزانيته 17 مليون، يعني ما بيعملوا سندويشتين. دول العالم، دول العربية اللي حوالينا وإن كانت فقيرة كمان مثلنا، تخصص ميزانيات محترمة وتصرفها على المثقفين وعلى أهل الفكر. وزارة الثقافة عنا معترة، ما قادر يكون عندها إلا بعض الأمور بتشتري فيها كم كتاب أو كم لوحة فنية، ولكن هذا ما بينشط الحركة الثقافية. نحتاجين نحن بلبنان أن يكون هناك تركيز على الثقافة، وهذا التركيز هو استثمار مردوده كتير كبير لما يكون بلدنا مثقف وناهض فكريا وأدبيا وجماليا، مش بس بالتجارة بيحيا الإنسان، مش بس بالأرباح وشراء الصفقات، لا، في كمان عقل. نحن لحديت هلأ بعدنا عايشين من وراء فكر جبران ومخايل نعيمة وأمين الريحاني وعمر فيخوري، هالقرطة بعدها هني عم تعطي اسمنا، هو اللي بيعطوا تاريخ لبنان. صفقات السلاح وصفقات تجارية وسمسرات بتروح بوقتها، ما لها وجود. نحن كمثقفين لازم يكون لنا وجود، لازم الدولة تعرف. بتمنى بأي برنامج وزاري لأي حكومة مقبلة يكون في نقطة لها علاقة بتنشيط الكتاب، تنشيط الثقافة. للأسف نحن مقبلين بعد شوي على موسم معرض الكتاب اللي معودين عليه له 60 سنة 70 سنة بتاريخ بيروت. أظن هالسنة ما حيكون فيه لعدة أسباب، الوضع والوضع الاقتصادي، ما حدا معه حق كتاب، الناس مش عم تلاقي حق كتب. حرام، حرام الثقافة تهمل خاصة بمراحل الجوع هيدا. يمكن المسؤولين بهالبلد حرقونا وحرقوا مستقبلنا، ولكن ما ممكن يحرقوا أفكارنا، ثقافتنا، طموحاتنا وأحلامنا. مستمرين وبقيين، الله يرحمه الشيخ فضل المخدر، الرحمة لروحه ولألكم طول البقاء. بعرف قدي هيدا الشيء صعب، خاصة أنه كان النائب السابق الأمين عام اتحاد الكتاب اللبنانيين. لألك دكتور وجيه فانوس، أهلا وسهلا فيك، شرفتنا ككاتب وباحث، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورئيس المركز الثقافي الإسلامي، يا هلا فيك. شكرا لك، والله يرحم زميلنا وحبيبنا فضل. اهلا وسهلا. فاصل علينا صغير وبنرجع لمتابعه احلى صباح. تحيه لكم مشاهدينا، ضيفي لليوم شخص مثير للجدل بشهرته، بأغنيته، بطريقة لبسه، بإطلالاته الإعلامية، بمحبة الناس إله وبعفويته. كل ما يقدم ويطرح شي جديد بصير حديث مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة. صباح الخير جرعت. صباح الخير. صباح الخير نانسي. أول شي تلفزيون لبنان. أول شي بدي أقول لك بمناسبة الأعياد إن شاء الله يا رب كل أعياد لبنان والعالم كمان إن شاء الله تكون أعيادها كلها خير ومحبة وأمل. هاي أولا. ثانيا بدي أقول لك هابي بيرثدي تو يو. ثانك يو ميرسي ميرسي. وإن شاء الله يا رب هيك تكون هيدي السنة وجهة حلو عليك. ميرسي ولكل اللي عم بيسمعونا. وأنا ما غلطت وقت ما قلت هيك انشهر بعفويته، العالم بتحبك لعفويتك، يعني مثل ما أنت as real as you are. نعم. بالبداية خلينا بدنا نحكي كتير قد ما بيسمح لنا الوقت. ما معقولة تقطع لعنا على استوديو وما نبلش نحكي بالشعر. نحن مقبلين على فترة أعياد وكل السيدات بحبوا يطلعوا بأحلى طلة وبأحلى حلة. آخر صيحات الموضة بالنسبة للشعر. أوكي، أول شيء نحن عم نفتح فرق مركز كتير كبير بمصر، بمصر
بالشيخ زايد. نعم. فرع جديد لجورعت، وعم يتحضر فرع كمان تاني بأكثر من بلد عربي، إن شاء الله قريبا منعلن عليهم. أما بيروت فإن شاء الله لهم مفاجأة، في مفاجأتين. أول شيء عملنا بارفيوم باسم جورعد، رح نحكي عنا أكيد، مبروك يا انشلاء. وعم نعمل إكستنشن كمان باسم جورعد. أما عروق، أما الخطوط العريضة للموضة، هي الألوان اللي نحن مرقنا بفترة كنا في ألوان سيلفر وما خلص صارت أولد. هلأ الألوان هي ألوان الشقر اللي بيحب الشقر، لأنه مثل ما بتعرفي الشقر هو لون أساسي ما بتغير، فألوان الشقر هي فيها ثلاث ألوان صارت، ما بقى تعملي لون أشقر مثلا ذهبي أو أشقر بيج، لا صارت الألوان الشقر عم تكون أكثر من لون بقلب لون الشقر، يعني لون شقر فيه ثلاث درجات من الألوان. أوكي، وهيك عم بيصير اللون طبيعي أكثر. طبعا اللون البني اللي هو على لون العسلي، رايحين على الألوان شوي الكويف اللي فيها لمعان وفيها تضوية، بما أنه جايين على الشتاء بدفي شوي، بس أيوة بتعطي إكلال للبشرة. طبعا التمشيطات مثل ما عم تشوفي كل العرايس وكل الناس رايحين على الاشياء السمبل، الاشياء البسيطه. كنا قبل يكون الشنيون كل مكان عالي او كل مكان كبير يكون احلى، هلا لا، نحن هلا بمرحله الست والسيده والعروس والخاطبه وكل الناس بتبرم على الاشياء اللي تكون كثير طبيعيه. وطبعا عم نحضر كمان ان شاء الله كوليكشن جديده رح نصور قريبا، نحن وسامر بريدة إن شاء الله حنصور الكوليكشن تاع 2021-2020. وما تنسي أنه القص اليوم، أينو أنه الإكستنشن هي أساسية والناس كتير بتحب تطول شعرها، لكن مش كل الناس بترح للشعر الطويل. صحيح. يعني اليوم إذا سيدة قصيرة أو كتافة قصار، مش ضروري تكون قصيرة، اكتفى قصار وحطت كمية شعر، إن كان شعرها طبيعي أو إكستنشن، فما بقى عندها أكتاف، راح شكل جسمها، راح ملامحها. فمن هيك ما بنصح دايما انا بالشعر الطويل او بالاكستنشن. بيسمعوا النصيحه الزباين اللي بيجوا واثقين بجورعد، يعني بيجوا على عميانه عند جورعد بيسمعوا بيروحوا بالنصيحه لو هي بتحب الشعر الطويل مثلا. اكيد. وبعدين على فكره انا بكره الـ 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 الشعر يكون طول واحد، يعني بحب يكون فيه حياة، حتى لو من الخلف مثلا مرقت الفترة اللي قبل نعمل الشعر طول واحد، إيه لكن بحب يكون في حركة بالشعر، غرة شوي ديجرادي. فمن هيك بتلاقي الأكيب بكل فروعة الجورعد بيشتغلوا مش على شعر طويل أو شعر قصير، بيشتغلوا على شكل الوجه. مزبوط. كيف ممكن شو بيلبق لو نطلع بأحلى صورة. صح. ما أنك حكيت عن الغرة، الغرة عم نشوفها كتير عم ترجع تدرج هلأ. هلأ الغرة دارجة، بس يعني ما هي كيف بدي أقولك، أيام الموضة بترجع بتعيد نفسها لكن بطريقة مختلفة. يعني مثلا هلأ الغرة كنا قبل نقص الغرة قطعة واحدة، أوكي؟ صحيح. ستريت، بعدين صارت طويلة قصيرة، بعدين هلا صرنا من غل القص من غر من قص الغرة، عطول في ابداعات اصلا من قص الغرة بنقص اصلا على وجه معين واطول اطول اطول. طيب. بتروح مع الديجرادي، بترجع بتقولي كمان شكل الوجه، يعني انت ما فيكي اذا ست جبينه هالقد تعملي لها غرة قصيرة، سو انت روحتي لها ملامح وجهها. هي الغرة اكثر شيء بتروح للعنده جبهة عريضة، وطبعا الديجرادي مع الغرة عدا انه موضه انا بحسها، يعني حتى اذا بالبراشنج او حتى لو ما عملت شعراتها ضبت شعراتها ورفعتهم بتلاقي في غره وفي اشياء. ولكل الاشخاص اللي ما بحبوا يقصوا غره واوقات بيستحلوها كمان فينا نروح نجيب الاكستنشن ونحط الغره وبيمشي. هلا اسهل شيء عندنا نحن لاين فيو اكستنشنز، كليبس صغيره بتحطيها، لكن ال بحس اللي جبينها عريض ومع الغره بحس بيعطيها يعني سكسي، بحسها هيك بيعطيها أنوثة، لأنه الشعر كل ما قرب على الوجه بيعطيه جمال للوجه. مزبوط. وإذا منلاحظ أكثر نجوم وأكثر عارضات العالميات بعمر ما بتلاقي وجههم شوي قريب على وجههم أكثر. صح، بيحط الوجه أن غلياف أكثر. طبعا. يعني هون قديه مهم اللي بيشتغل بالشعر يكون عنده هيدا الإحساس بالشعر، مش أكثر أنه أنا عم خبر شو دارج. يعني أنت هلأ أنت عم تحكي عم بتحس الخبرية. صح. وعم تحس المعلومة أكثر أنه عم تخبرنا إياها. هقلك شيء، أول شيء بوعود المشاهدين ننوس إن شاء الله بحفل رأس السنة على تلفزيون لبنان حيكون اللوك
من توقيع صالون الجورة. هاي أول واحدة. تقبلي عزيمتي؟ My pleasure. أوكي. هاي أولاً. ثانياً كل شيء بالحياة بدك تشتغلي. شو بيفرق النجار عن نجار؟ حدا بيطبخ عن طباخ، مصمم عن مصمم، حدا بيغني عن مغني تاني. هي القصة ذوق. صحيح. هي بدي يكون عندك ذوق وبدي يكون عندك شغف بالمهنة اللي عم تعمل من قلبك يعني. صح. كل شيء بيطلع من القلب بيوصل للقلب والنتيجة بتكون راضية. ما في يعني لما انت بتشوفي شكل هيدي الست بتقولي بتفكري يعني. انا لما شوف اي ست هيك بقول جميلة بس شو ممكن اعمل لها ايام اذا كانت كتير جميلة شو ممكن تعملي لها؟ وممكن ايام تكون في عندها اشياء حلوة وفي عندها اشياء مش حلوة، فانت بدك تبرزي الاشياء الحلوة وتخبي الاشياء يلي بتحسها الست هي مش حلوه او انت شايفتي انه منا كثير. هون ضروري تعرف السيده عند الشخص اللي رايحه لعنده عم تتوجه له انه تحط راسها وشعراتها ضمن ايدي امينه، وحضرتك يعني خير دليل على هيدا الشيء. على كل حال نحن بلبنان كمصففين شعر كحدا بيعمل ميك اب مميزين بهذا القطاع يعني شابو. الكل شاطر ما شاء الله. مزبوط. جو هيك لنبعد شوي عن اجواء الشعر والموضه شو دارج الغنى. نعم. حضرتك عم تغني والحفلات شغاله وعندنا هلا موسم اعياد ايضا عن راس السنه، خبرنا اكثر عن الموضوع اللي بيتعلق بالشق الفني. اول شيء انا بدي جو الفنان هون مثل ما انت بتحب يقولوا لك. انا فنان. لقلك ليه انا فنان؟ كل انسان بيشتغل من قلبه وبيقدم فن راقي هيدا فنان باي مهنه كان. نحن اليوم الرسام اذا كان عم يرسم رسمه رائعه عم بتعبر بتوصل لك شيء ما تقولي عنه فنان؟ ونفس الشيء الكوافير او المزين. يعني انت ما بعدت كثير فنان بالشعر وبعدك وصرت عم بتغني على طريقتك وستايلك وكثير الناس بتحبوك، وانا بعرف قد ايه يعني من اللي حواليك وانت على طول بتقول انه الله خلقك وعطيك هيدي لتبسط اللي حواليك. ثانك يو. هيكون عرفتي. وانا بعرف من اللي حواليك قد ايه انت شخص عندك بوزيتيف فايبس وبتعكسها عليهم، يعني كل شخص بشوفك بحبك وما في ما مثل ما بيقولوا ما يقدر هيدي النعمه اللي عندك اياها، مش بوجهك ولا بوجه الناس اللي عم نقولها، بس هي هيدي المضبوط الحقيقه. لا لا ما زالك هيك لاقدم لك عطوراتي ما بقبل هو العطورات. هيدا اللاين الجديد. ثانك يو ثانك يو. خبرنا شوي اكثر عن الحفلات اللي رح تصير امتى وين باي بلد والاغنيه الخليجيه اللي كثير ضاربه هلا. طيب اول شيء بدي اشكر المملكه العربيه السعوديه. طبعا المملكه العربيه السعوديه هي بلد كل مواطن عربي واجنبي. المملكة عظيمة وعطاءاتها عظيمة لكل الناس. فأنا أول ما بلشت الأزمة توجهت للرياض ومضيت مع شركة للحفلات والحمد لله صرت بغني خليجي. ونزلت أول أغنية ليش ما عزمتوني. خلينا نشوفها سوا ليه ما عزمتوني ونحكي عنها. شوف اللي شغل بالي شهر واثنين وانا بحرقة وفجأة شوفها قدامي ولا خفت اني اجي واشوف اللي شغل. نحن كمان رجعنا على الهواء، كنا عم نحكي تحت الهواء على الأغنية قد هي شبابية وبتحاكي الشباب سواء كان بستيل التياب ولا بنوع الميوزك. كانت التياب مثل تصورت بالرياض بالام بي سي. الأغنية حتى ستيل الشباب كل الكليب الكيب وكله كله بالسعودية تصورت الأغنية. والأغنية هيدي الجملة مثل ما كنا عم نحكي تحت الهواء بيقلوبها كل يعني أكثر الناس الشباب. يا أخي ليش ما عزمتني؟ ليش ما قلت لي؟ عرفتي كيف؟ باب الضيافة. باب الضيافة مشهورين يعني نحن بهذا. فهيدي الأغنية يعني شبابية وطبعا أنا اتجهت شوي للأغنية الخليجية لا محبتي فيها هي أولا. إيه هون بدي أسألك جو أنت عند مغني بكل اللهجات صح
وهلا تركيز شوي على الاغنيه الخليجيه اكثر من غيرها. بحكم انه عم روح كثير على الخليج، يعني كنت بكان مونتي كارلو باريس، كان صورت الكليب، رجعت رحت بحرين، رجعت رحت دبي الرياض، عم غني باغاني الخليجيه. مين جمهور الجوري عاد؟ يعني مين الاكثر؟ انا بعرف انه الصغار للكبار، بس مين اللي بتحسه اكثر هو اللي عن جد بالحفلات انت بتكون بتحس فيه تفاعل؟ اللي بحب الحياه، يعني آلة أحلام وفعلا حقيقة، يعني صرت ألمسها أكثر وأكثر يوم عن يوم. كل حدا بيحب يكون سعيد ويكون مبسوط، بيحب الفرحة، أكيد هيدا بيكون هي من منطلق أنه شو فيها الحياة. يا واحد إجعى الحياة وينبسط يكون عنده هالروح الحلوة، لأنه شو هيدا يعني أنه ما سعيدة مرق أنا مرقص أحمر وأسود من قليل، قلبي حسني أنه أنت طاقة فرح كمان. ثانك يو. انا لانه بنحكي على تياب وعلى طول اطلالاتك وهيك طريقه لبسك هيك بتشد العالم حياتي. في اللي بحب وفي اللي ما بحب، كل واحد حسب ذوقه طبعا. ليه ما توجهت شوي تعمل توجهنا. لاين توجهنا اول شيء غير البرفيوم؟ اول شيء بدي اشكر الشركه اللي عملت لي البرفيوم، وصار البرفيوم بجولدن ساند، وعلى الويب سايت الخاص فيه صار فيه الناس يطلبوه، في بخور ان شاء الله قريبا هلا حيجي على لبنان. نعمل برافو عليك، حنعمله، حيكون متواجد بلبنان. الخطوه الثانيه ان شاء الله حتنزل الاكستنشنز، ومن بعدها حينزل اللاين التياب اللي لالي، وان شاء الله يا رب غنيت لبي هلا صورناها بباريس، قلت لك بين كان ومونتي كارلو باريس، الكليب ان شاء الله قريبا بينزل، وعم نحضر لأغنية لبنانية، وعندي ثلاث أغنيات مصري. كنت بمصر، كنت مع السيدة ماجدة الرومي، وكنت مع كمان للسيدة ماجدة كنت مع بدبي. بسمتك طبعا على ست ماجدة، يعني بتزيدها رونق لألي. وإشراك أكثر ما هي مشروع. أنا رح أقول لك شغلة، ما حأحكي شيء عن السيدة ماجدة أبدا غير كلمة واحدة، ست الوفا. الوفا اللي ما بقى بتلاقيه بالحياة، هيدي الإنسانة، هيدي السيدة الأيقونة ليدي. أي والله هي ست الوفا. صحيح. ولأنه عم نحكي شوية على الأغاني بنشوف مقطع من سهرة خليجية، حفلة خليجية، خلينا نشوفه. يلا سوا. يلا نبلشوا الضجة يا عيال، يلا يا عيال. ويلي تغلب الحلا غيرك كثار، وبرمشي عين أسحر اللي تبي العين، ولا تعتقد انت علي صدك بحتار، ترى الذي سواه سوا ملايين، ترى الذي سوا ملايين. هي اللي ويلي تغرم الحلا، ويلي تغرم الحلا، ويلي تغرم الحلا غيرك اكثر، وبرمشي عين هون. لفت لي نظري شوي بالمجلس خاص. نعم هيدي جلسة خليجية بيسموها، واللهجة خليجية بيور. تعلمتها للهجة ولا تعلمتها؟ وساعدوني يعني الشركة اللي مضيت مع أورنج ميديا، وسيم وكل الإكيب، الشيخ تركي، كلهم اشتغلوا علي، وأنا يعني بستوعب
عرفتي كيف؟ وبحب بدك تحبي، وانا بحب اللهجه الخليجيه والسعوديه تحديدا. صحيح. يعني انا عندي اصحاب عمر صار لي انا وياهم. انت اصلا اشتغلت يعني مع هيدا؟ طبعا انا اشتغلت مع دول عربيه، مش هيك عندك شوي هيدي النوستالجي والحنين؟ لكن هيدي الفتره يلي بلشت غني خليجي فكان لازم اشتغل على موضوع اللكنه واللهجه، وهيدا اللي صار. قبل ما يدهمنا الوقت، هلا عندك حفلة على رأس السنة؟ إن شاء الله. خبرنا تفاصيل أكثر عنه. عندي أكثر من حفل إن شاء الله بالرياض، وأنا كتير مبسوط إني حغني إن شاء الله بالرياض، لأنه بحس أهلي وبلدي. وطبعا مثل ما قلت لك عم حضر لأغنية لبنانية، وعم نسجل ثلاث أغاني مصريات. وكمان بدي أقول شغلي قبل ما فضل. يعني قبل ما نخلص لقائنا، أنا من أول ما جيت على يعني على بيروت، طبعا أنا بروح وبجي، يعني واحد بلده وبيته أهله شغلي حياتي، فما فيك تبعدي، لكن يعني بروح وبجي. فوين ما بروح وين ما بجي بحمل هالتليفون، وطبعا أنا السناب شات اسم الله حتى بيكد عليه إعلانات لا بشتغل فيه إعلانات، يعني بيجيني إعلانات عليه. فدايما بصور انه رغم كل الظروف يا جماعه بلبنان، ورغم كل الوضع اللي مارقين فيه الاقتصادي، و بتلاقي ضحكه اللبناني ما في منها، ولك يقبرني اللبناني، ولك يقبرني يقبرني رغم كل ظروفه، تلاقي عم يضحك. نحن قد ايه بحاجه لهالمعنويات، سواء الحقيقه ايه يعني لو كل فنان او كل مشهور بيطلع بيقول، صدقيني الناس بتتحمس، بصير بتجي. يعني انت وقت ما حدا حيلا حدا على السوشيال ميديا عم بيعكس صوره لبنان عم بيتفاجئوا انه كل هالازمات اللي عم تقطعوا فيها، بعد لكم نفس تروحوا تسهروا تظبطوا شعركم تعملوا اعراس، يعني انها بالنسبه انه بالصيف كان في اهم موسم اعراس بالبلد. ما شاء الله، هيدا هو اللبناني، قد ما اكل كفوف بيرجع بيوقف على اجري. وهيدا بيعكس مثل ما انت قلتي، محبه لبناني لبلده ومحبته لحياته ومحبته للضيف. يعني اليوم انا لما اطلع من المطار ولاقي عم الناس عم تبتسم، وهيدا بيدل انه اللبناني شعب كريم ومضيف. صحيح. فبنقول لكم على راس السنه ناطرينكم، تعالوا نعمل احلى اجواء ونعمل احلى عيد ونعيد سوا. نحن محبتك لنا كتير كبيرة. أنا بدي أختم معك، انبسطت كتير بحضورك، وعلى أمل يكون في لقاءات مقبلة. مشاهدينا صبحيتنا وصلت على ختامها، أنا بدي أتمنى لكم بقية نهار حلو، الملتقى بيتجدد بكرة، إلى اللقاء.